مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا بكم الى حلقه جديده من استوديو الجزائر استوديو الجزائر الذي يواكب اهم التطورات التي تعيشها وطننا طبعا هذه الحلقة سنحاول أن نقسمها إلى جزئين، في جزئها الأول نحاول أن نعرج على موضوع أثار الكثير من الاهتمام، موضوع رجال المال والأعمال في الجزائر بعد حراك حراك 22 فبراير حيث خرج الجزائريون في شمال البلاد وجنوبها في شرقها وفي غربها يطالبون بذهاب هذه المنظومة منظومة بوتفليقة، طبعا من بين أجزاء هذه المنظومة رجال المال والأعمال الكثير من الوجوه التي اشتهرت والتي ارتفعت والتي يقول الجزائريون أنهم عرفوها طيلة العشرين سنة الكثير منها ربما يقول أن تطرح الكثير من الأسئلة حول ثرواتهم حول ممتلكاتهم حول ما جنوه طيلة هذه هذين العقدين من الزمان طبعا من أهم هؤلاء الوجوه ربما السيد علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رئيس الأف يو السابق طبعا هو حاليا رهن الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة عقب اعتقاله وهو يحاول العبور من الجزائر إلى تونس في الممر أو في المعبر الحدودي أم الطبول في ولاية الطارف بين الجزائر والجارة تونس سنحاول في هذه الحلقة عبر مسؤولين من مؤسسته وعبر محامين وحقوقيين وقانونيين من طرفه سنحاول أن نفهم ما الذي حصل بالضبط هل فعلا أن تهم أو شبهات الفساد هي من جعلت السيد علي حداد حاليا رهن الحبس الاحتياطي ام ان هناك امورا اخرى هل الاعلام فعلا ناقش هذه القضيه ونقلها كما ينبغي ام جرى فيها ما جرى من الشعبويه ومن من التضخيم طبعا نحاول ان نطرح ايضا هل فعلا هذا ما بناه او هو كعينه من العينات من ثروه هو فعلا نتيجه النشاط الاقتصادي الحقيقي الخلاق للثروه ام ان في الامر شبهات ينبغي ان تتابعها اعلى السلطات خصوصا وان من اهم مطالب هذا الحراك ومن اهم شعارات هذا الحراك هو مكافحه الفساد ومكافحه الفاسدين واسترجاع اموال الشعب التي يقول هذا الشارع انها منهوبه طبعا سنحاول ان نسال بهدوء ونحاول ان نتلقى الاجابات بهدوء ونحاول ان نفهم ما هو حاصل بكل تروي طبعا في هذا في الجزء الاول من هذه الحصه في جزئنا الثاني نعود الى السياسه نعود الى التطورات خصوصا مع تولي عبد القادر بن صالح رسميا منصب رئيس الدوله شاهدناه امس وهو في مكتب الرئيس على كرسي الرئيس طبعا نحاول أن نفهم هل بن صالح أصبح اليوم هو رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما أم أن الشارع لم يقل بعد كلمته النهائية إزاء هذا الشخص خصوصا وأنه كان مرفوضا رفضا كما سمي أنه جزء من الباءات الثلاث التي لا يريدها هذا الشارع أن تستمر بصفته جزءا من نظام بوتفليقة وتولى منذ ربع قرن أو يفوق المسؤوليات وكان في الواجهة دائما وبالتالي ينبغي له أن يذهب مع من يريد هذا الشارع أن يذهب طبعا نناقش أيضا التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح من وهران والتي تحدث فيها على ضرورة مكافحة الفساد وفتح ملفات الفساد ملفات سوناطراك وملف الخليفة وكذلك البوشي من ملفات التي صنعت الحدث والتي كانت تحت الأضواء لمدة طويلة نقرأ عنها ونشاهدها في الإعلام وقيل ما قيل حول طريقة معالجة هذه الملفات طبعا ونتساءل السؤال الكبير كيف سيكون الحراك يوم الجمعة المقبل؟ كيف سيبدو المشهد في هذا هذه الفترة المقبلة؟ في هذا الجزء الأول من حلقة اليوم من استوديو الجزائر عبر قناة البلاد وطبعاً نناقش قضية رجل الأعمال علي حداد ونناقش أيضاً قضية المال السياسي والمال ورجال المال والأعمال في الجزائر أتشرف بأن يكون معي هنا في البلاطو كل من السيد أمقران علاش وهو مدير مؤسسه اي تي ار اش بي وهي المملوكه من طرف السيد <applause> علي حداد اهلا بك سيدي اهلا بك وشكرا على الاستضافه مرحبا كما يحضر معي ايضا الاستاذ احمد دهيم وهو محامي معتمد لدى المحكمه العليا اهلا بك سيدي مساء كما يحضر معي ايضا السيد امين عربان وهو رئيس الجمعيه الوطنيه للابحاث والدراسات القانونيه، اهلا بك سيد شكرا على الاستضافه وايضا السيد محفوظ كوبي الخبير الاقتصادي مساء الخير مرحبا سيد امقران علاش لو ابدا معك ما الذي حصل بالضبط للسيد علي حداد؟ اولا كيف تم القاء القبض عليه او توقيفه؟ وأين هو الآن وما هي التهم قيل الكثير من الكلام نريد أن نسمع الآن من طرفكم شكرا أستاذ التوضيح يعني مهم احنا عارفين كل الجزائريين عارفين ان السيد علي حداد كان متوجه الى تونس طبعا متوجه في وقت ممكن يظهر للناس انه علاش ذاك الوقت يقول لك الوقت بريء بسم... هي, هي س... هو بس... بكل بساطه انه الوقت عارف اللي ما يكونش فيه زحمه في في الممر الان توقف في الممر الحدودي عند الشرطه هذا حسب المعلومات اللي عندنا وتوقف على اساس انه عنده جوازي سفر اللي يعني جواز سفر مسرحين من عند الاداره الجزائريه مش يعني هو بحكم انه يتحرك كثير وعنده مرات لازم يحط تاشيره ولازم يتنقل طلب انه يعطوا له زوج جواز سفر ثاني على غرار كثير من الجزائريين اللي عندهم تاشيره اللي تمشي والجواز السفر تاعهم ما عندوش اوراق وين تأشيرة أخرى يعني عنده الحق يطلب كثير من الناس في الجزائر عندهم جوازي سفر الآن هو في على هذا الأساس وهذا طبعا عنده جواز سفر دبلوماسي؟ لا أبدا لا جواز سفر دبلوماسي ولا جواز سفر بريطاني مثل ما يدعى ولو عنده جواز سفر بريطاني هذا مش مش ممنوع ولكن أصلا ما عنده حتى جواز سفر آخر إلا الجواز سفر الجزائري <applause> هذا واش عنده الان <applause> الامر في عند <applause> <الآن يطلع تصفيق> هو قضيه جوازات السفر وكذا اين هو المشكل هو ممنوع من السفر واراد ان يسافر <applause> حسب المعلومات في الوقت اللي كان مسافر ما كان عنده اي ممنوع للسفر ما كان عنده اي لانه لو عارف انه عنده ممنوع السفر ليش يمشي يسافر وبعدين كيش نقول لها اللي خرجت خرجت من بعد التاريخ تاعها موضوع في القائمه الامر الان نفيد العداله وحنا على كل حال مآمنين بالعداله الجزائريه ان شاء الله ومآمنين انه في اطار هذه الجمهوريه الثانيه اللي بصدد انشاء العداله تكون عداله حقيقيه ومآمنين انه القضاه اللي خرجوا في مسيرات في هذا الحراك هذا وشفنا انه كاين اللي دمع وكاين اللي قال لك لنا انه ان شاء الله يمشيوا حسب هذا الحراك وطالبين بالعداله ماشي طالبين حاجه اخرى الا العداله تعتقد ان السعي الحداد بريء لا من منها. تهم يعني هذا التزوير الوثائق ولا من فساد يا اخي انا اقول لك ما فيه لا تزوير ولا فساد في هذه الساعه هذه يا اخي العداله هي اللي تفصل الجواز السفر الثاني من عطوه له من دائره برموراد مثل جواز السفر الاول هذا وتقدروا كل يعني كصحفيين تتقدموا الدائره الاداريه تاع برموراد وتطلبوا وتطلبوه هيم هل لديك ما تضيفه ربما بلغه القانون خصوصا انك انه موكلك سي حداد حقيقه يعتبر توقيت اللي كان فيه السيد علي حداد على الحدود البريه كرجل اعمال يعني يقدر يمشي في الدرجه الاولى عبر الطائره يعني التوقيت توقيت يعتبر قرينه قانونيه ضده <applause> لكن كدليل او كاركان جنحه التزوير او يستعملون المزور لا تعتبر من الاركان لانه عندما يشوفوا اركان الجنحه المتابع بها الموجوده حاليا هي جنحه التزوير او ما يليه اكثر من ذلك. حتى قضيه فساد متابع بها السي لانه هناك الحديث انه خلاص بدات المحاسبات ورجال الاعمال يعني بين قوسين انه لا اتهم يقول البعض انهم فاسدين وناهبين الان في السجون وخلاص ونحن نطبقوا في سي الاحكام ونسترجعوا الدراهم وكذا سيدي الكريم احنا يكا من اول يوم احنا في الحراك هذا كان امور سياسيه لماذا اليوم نخليوا شماعه الحدث انه علي حداد علي حداد رجل اعمال اذا انصفته العداله او براءته او ادانته العداله اللي تفصل طريقه التشهير وطريقه السب والشتم وطريقه التي يمشي بها الملف فيه أمور ضاغطة على العدالة الجزائرية العدالة الجزائرية يجب أن تكون تسمع فقط إلى القانون تسمع فقط للإجراءات لا غير اليوم سرية التحقيق منتهكة اليوم عندما نقول أنه فيه ملفات فساد والإجراءات وجواز سفر يعني اليوم احنا نضغط على قاضي تحقيق للمحكمة المختصة وهذا الأمر لا يليق حتى قانونيا قرينة البراءة التي تؤكد أن أي شخص بريء حتى تثبت جهة قضائية إدانته يعني هذه القرينة معروفة في الدستور الجزائري انا لما يمكن ان استانس هنا ببيان لوزاره الدفاع الوطني العصابه النهب والقوى غير الدستوريه يعني لما تقول عصابه النهب شكون اول واحد يجي في ذهن الشارع الجزائري قانوني قانوني ما يحدث هذه الايام عندما يقول قائد الاركان انه راح ندعم العداله ولا تكون مستقله من بمفهوم المخالفه بمفهوم المخالفه لم تكن العداله مستقله عندما نشوف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ينشر بيان انه راح يحرك ملفات مادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة وصريحة أنه هذا الأمر عادي يجب أن يكون تلقائي منذ سنوات الغير العادي والاستثنائي عندما نقول راح نحركوا راح ملفات تحريك الملفات يجب أن يكون منذ زمان أي شخص إذا كان أنه علي حداد مظلوم لا حاليا في هذه الظروف لا أراه مظلوم ولا أراه مدان، هناك عدالة جزائرية هي التي تفصل في الملف، وطريقة التشهير بهذا الملف بهذه الطريقة تسيء للعدالة الجزائرية أكثر مما تعطيها الصيغة الإيجابية. نعم، سي أمين عربان، وش تعليقك؟ استمعنا إلى السيدين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باركاته. أولاً احنا كقانونيين لازم نتحلوا بالموضوعية ونتفاداوا الارتجالية. فعلا والقانون دقيق وتقني الموضوعيه ونتفاداو الارتجاليه حنا كي لازم نميزه ما بين القضيه اللي راهو متابع عليها لحدات حاليا واللي تعتبر جنحه ما ترقاش أن نطبقوا عليها قانون الفساد وما بين بعض القضايا اللي فيهم شبهة الفساد ولم يتابع بهم بعد إلى وقتنا هذا فيه كثير من القضايا اللي تشكل شبهة بالنسبة لنشاطاتهم مثلا فيما يتعلق بالقروض البنكيه اللي كان داها بدون ان يقدم اي ضمان للبنك هذه فيها شبهه طبعا سي. معليش نكمل نقول برك انت يا كمواطن لو تروح البنك تطلب قرض تاع مليون دينار جزائري لازم تمد لي ضمان تاع الاقل تاع واحد المليار عقار اللي تكون قيمته مليار كيفاش انت تجي تطلب قرض مالي بدون ان تقدم اي ضمان للبنك هذه وحده اثنين كي نعاودوا نتكلموا على الصفقات العموميه نوليو القانون الفساد 0601 تحكمها قواعد خاصه ولازم تكون فيها نوع من الشفافيه كي نشوفوا حنايا كل الصفقات العموميه اللي تم ولا اللي منها علي حداد ما كانش فيها شفافيه نقولها بكل صراحه ثلاثه كي نتكلموا كذلك على تحويل الاموال للخارج من عمله صعبه ماهوش غير عليه غير حداد يعني حتى رجال اعمال اخرين وكان فيها ضجه اعلاميه فيما يتعلق بهذه النقطه كي نتكلموا كذلك على الطريق السيار شرق غرب ونقول بانه كان فيه غش فيما يتعلق بالاشغال هنا لازم نفتحوا تحقيق ونقولوا بانه كاين شبهه ركز من على كلامي نقول شبهه ماناش نتهموا كاين شبهة فساد يجب أن نفتح تحقيق وعليه أنا شوف بأن القضية اللي متابع لها حاليا والله ما تستهلش أصلا أنه نتابعه بكل صراحة عنده في كل حالة يخرج براءة ولا يدي فيها عقوبة موقوفة النفذ لكن لو نتابعوه على القضايا هذه ونديروا فيها تحقيق كن على يقين بأنه راح تلقى كثير من الأمور اللي ممكن أن هدينه إضافة إلى ملعب تعتيزي الملاعب تاع تيزي وزو اللي التكلفه تاعو باهظه جدا والدقيقه هذه مازال ما كملوهش وفيها تما شبهه فساد كذلك وعليه لو نتبعوا كل هذه النقاط اللي ذكرتهم على سبيل المثال لا الحصر نلقاو بانه ممكن ان يدان هذا الشخص ونطبقوا عليه قانون الفساد 0601 هذا رايي فيما يتعلق بالموضوع معلش. أتفضل. أليس من الظلم نختصر الحراك في شخصية علي حداد وخاصة إذا علمنا أن هذا القانون الذي ينادي به الأستاذ هو يعتبر مكرس للفساد لانه قبل 2006 قبل قانون مكافحه في الفساد آه اليوم الشارع الجزائري سي دهيم راه يتحدث راه يسال هذا خطاب شعبوي يريد لازم نوعيه الشعب يا جماعه راكم استنزفتونا يا جماعه دراهم راهي تروح منين جيتوا من اين لكم لازم هذا أشياء كبيره راهي تطرح سيدي هذا خطاب شعبوي هذا خطاب شعبوي لانه القانون خليني نطرح خليني نكمل الفكره إذا إذا كان بالامكان اذا كان القانون هذا مكافحه الفساد كان قبل الماده 119 تعتبرها جنايه واليوم يتم التقييد تحريك الدعوه العموميه بقانون مكافحه الفساد فتحنا ابواب الفساد، يعني 2006 صناع القرار ما يقدرش يكون كاين فساد سي مالي دون فساد اداري دون فساد سياسي، الاراده السياسيه الغائبه اليوم بقانون مكافحه الفساد الذي اعطى وغطى على المفسدين، انا اليوم هذا دافع من منظومه بوتفليقه التي أه يقول الكثيرون انها جاءت بحداد وامثاله يعني. أه اكيد اني معاك لكن هذا الامر هذا الامر لأن القانون فوق الجميع والقانون كذلك للجميع، القانون للجميع ماذا يفرض اليوم؟ انه هذا القانون فساد اللي كان مخليها الامر نعم حتى قسم التوقيت يعني أه سيكاوبي سيكاوبي وايش رايك؟ انا رايي بعيدا عن الكلام م الاجرائي م اللي هو مهم جدا ولكن المضمون اظن انه اهم خاصه في اطار توقيت لان الامور نتكلم عليها في اطار الحراك الوطني الحراك الحالي اللي من بين شعارات الهامة اللي جات في سبع أسابيع كليتو البلاد يستراقين استخيزاً إذا تفعيل الأمر لو بقينا في الأمر إجرائي وزارة الدفاع العصابة الناهبة للمال وهذا أمر حتى قبل الوقت هذا في كل كتاباتنا مشي شخصياً حتى ناس أخرين لما ندقق في الاقتصاد الوطني والمنظومة الحالية نشوفه بأن فيه تحالف ما بين المال الوسخ والاداره الرديئه من قل اداره بمعنى سياسة والتقارب ما بين الطرفين من اجل السطو والقرصنه حتى ان الرئيس بوتفليقه لما صارت هذيك مع الاف سي تبون قال التحرش برجال المال تحرشوا بهم يحرش <applause> بينا <هن. تصفيق> صحيح قرصنه قرصنه بمعنى اف حتى لما تشوف الاستدعاءات ومن ما هما الامور اللي نقولوا الواحد دخل في الاسف اف سي يكون عندك امتياز المركز اللي تكون فيه حد الوزير الاول او حد الوزير تكون الاشتراك فيها اكثر من الانسان اللي ياتي في الصف الثاني والثالث والاخر بمعنى اون في وكان نديروا لوبيينغ من اجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني والله نولول ونفرح و... ولكن من اجل من اجل استهلاك الثروة من أجل استنفاذ الثروة لأن الاقتصاد الوطني علاش تبنى تبنى على الاستثمار العمومي طرقات ومطارات وما إلى ذلك هذا الاستثمار العمومي أموال كبيرة أموال طائلة بالدينار وبالدوفيز شكون يقرر إدارة شكون يختار ما بين المتنافسين الإدارة للأسف الشديد لما نشوف اللي بقى في المتنافسين خمسة أو ست شركات ونتحدى اي انسان يقول لي بلي لعب مغلوق احتكار نزيد نعطيك حاجه المناوله لا سو ممنوعه تكون معايا لا سو تريتونس كيفاش مارشي وتعطيهم سو تريتونس الثاني والثالث واخر حتى فيه فكر كبير وحتى اجتهادات في عند محامين في المجال الاقتصادي يشوفوا كيفاش نتحايلوا على الامور الموجوده في قانون الصفقات العموميه الهاتف التحايل القرصنة كان صديقي يتكلم على خرق قانون تحويل العملة إلى الخارج ديني مثل لما نقولوا بالإنسان اللي عنده اندوب ناسيوناليتي ما ينجمش يدخل إلى الرئاسيات واللي عنده عقارات في الخارج هل ترى ما هوش أكثر من اللي عنده الجنسية الأخرى كيفاش حولت أموالك استثمر استثمر القانون يقول لك لا يمكن خرق جريمة أن تخرج بأموال من الجزائر إلى الخارج الإنسان عندها عقارات سواء ملكية أو اقتصادية وفي وسيو دو كل الناس تعرف والناس تتباهى بها الأكثر من ذلك الأمر هذا واش يؤدي؟ يؤدي إلى رداءة إلى قرصنة الى قله الاقتصاد والان رانا فيه نعم. اقتصادنا مبني على البترول وغير البترول رغم استهلاك ابو قران علاش يارض. خلينا نطرح لك هذا السؤال وانتم راكم تتهمونا بالشعبويه وانا هنا يعني اقتبس من من الشارع يقول لك البعض علي حداد في التسعينات واش كان واليوم واش راهو يملك باي سلطه باي قوه باي طاقه باي معجزه باش واحد يكون في مسار كذا وبعدين يحقق اليوم مئات الملايين من الدولارات او اكثر او حتى الملايير يقول لك الشارع هذا من اين لكم هذا يا جماعه يا اللي درتوا الدراهم من برونا دراهمكم وبصحتكم بصح منين جبتوهم هذو الدراهم؟ كيفاش حتى طلعتوا؟ يا اخي الكريم الان تكلم الاستاذ م. على قروض دون دون اسمه سون غارونتي دون ضمانات مانيش عارف منين جاب المعلومه على كل حال والا إلا سمح في الشارع وجال هنا باش يتكلم عليها يقول لك صفقات خدا يعني والله والله هذا امر القروض والله هذا شتم للبنك الجزائري راهو يشتم في البنك الجزائري البنوك الجزائريه خاصه البنوك العموميه يعني في باله وكان انسان يمشي للبنك اعطيني انا يعني علي حداد اعطيني قرض ويرفض الشكاره ويروح زعما يعني, مسارة يعني مسارة هكذا يعني اسمح لي لا اخي اسمع اخي الكريم اذا كان بنك في الجزائر ونتحدى اي واحد هنا يمشي للبنك ويحوس يعني على هذا الامر ويشوف لي غارونتي م... 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 الضمانات اللي, مد... اللي مدينهم لكن مش علي حداد انا يعني فهم لي. لا لا خليني لا لا. لا لا مش 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 هي انا ربما الشعب الضعيف شوف. لكن على هؤلاء يا مختلف الكريم يا اخي الكريم ها. شوف هذا ممكن يمشي ها. اسمع ربن. لي اسمع لي لي هذه الهجمه الشرسه على على المتعاملين الاقتصاديين والله راح تكون كارثه في هذا البلاد باش نتفاهموا مليح لانه راهي الان المورال اللي كان نشوفوا لنديس دو كونفيونس راهو حبط كثير. بس وال خلينا سيدي بسبب ماذا؟ يا اخي دوكا الى شفنا البلاد شفنا البلاد شباب, تنهب. أسمح أنا, شباب تنهب. أسمح انا رايح حراك يا اخي الكريم اذا تتكلم يا اخي الكريم اذا تتكلم بامر حقائق حقائق بأدلة اللهم بارك اذا تتكلم بلغه الشارع حاجه واحده اخرى ان في الشارع يقدر يقول لك انت جارك يقول لك من جبت هديه. شريت تلفزيون أو كيف جبت تلفزيون هذا يخلص مليون جبت تلفزيون يقدر هذا هل... الآن نقول لك.

اعطيني اي مؤسسه في العالم السيد خبير تمشي ما تمشيش للبنك باش باش بور فينونسي لي زوبيراسيون تاعها اعطيني ما هو لا يا اخي كان ماني فاهم ما لك انا نقول لك تقول لي هذا الكلام وكان البنوك الجزائريه تمشي تفتح الباب وترفض الدراهم وتروح ولا كيف هكذا على ما يبدو هذا شنو كيف كان يعني, يعني. ما تقولش على ما يبدو انت صحفي لازم لازم تدقق في البحث الا إيه كان هكذا كلنا نعرفوا كلنا نعرفوا نقولوا نهضروا سهل جابوا إيه الدراهم هذا يا. كيف منين جابوا دراهم هذا شكون البنك لا لا هذا رجال الاعمال اللي خرجوا في يا اخي الكريم شوف اسمع يعني. يقول لك اسمع يقول لك اذا جابوهم بدراهم والله ما لا حسد آه خمسه يا في آه عينيه شوف يا شوف, شوف المجمع يعني. هذا باش يكون في المك موش مجمع موش وليد التسعينات اولا اوكي المجمع من الثمانينات بدات بشركه صغيره عائليه وكبرت وطلعت وطلعت, وطلعت الحقل اللي راهي اوكي هذه الاولى الثانيه يقول لك كين نغرون دي مور اللي ما يكتب يكبرش يموت باينه هكذا انا نعطي لك ارقام القروض حداد خدا من 2003 ل 2018 24.6 مليار دينار ولحد الان لان نتكلم معاك رجع 21.4 مليار دينار ما رجعين للبنكا باقيين زوج ملاير المل... أه و 600 مليار 2 دي... مليار 600 هادو عندهم لي شونس تاعهم 2020 اوكي كاين قروض خدا خداها مجمع حداد باكثر من 150% جارونتي مي عند واحد يجي وكانه الناس تاخذ الفلوس من البنك هاك يعني رفضوا التعليق يعني خلي لا اسمعني لا نعم سمع. خليني لك هذا ها. الامر هذا خلي خلنا انا ندافعش على البنوك هم. البنوك عليها اللي هي الدفع لان البنك اللي مدلك صوارد صوارد بلا بلا ضمانات راهو راهو مشكل عنده اذا كان بنك في الجزائر عام عمومي وحنا نتعاملوا الا مع البنوك العموميه باش نتفاهموا مليح في كل الاستثمارات اللي خديناها نتعاملوا مع البنوك العموميه اذا كان بنك عمومي هنا يعطي لك الفلوس بلا ضمانات البنك هذا ما لا ما شافش يخدم كاين قانون كان قانون يا جماعة. قبل ما نروح خلينا خلينا نكمل لك خلينا نكمل لا 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 لا, لا 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 كمل لا مازال نكمل قضيه الصفقات قضيه الصفقات قضيه الصفقات الصفقات شاركنا المجمع شارك في الف من الارب اللي هنا اللي هنا من نجي غير لهنا لهنا من 2014 ل 2019 شارك المجمع فقط استاذ روح الفاصل القصير مشاهدينا كرام فاصل قصير ثم نواصل لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا انتم تتابعون استوديو الجزائر طبعا في نصف الثاني للجزء الاول في موضوعنا الاول المتعلق بالمال والاعمال والفساد وشبهات الفساد طبعا بحاله رجل الاعمال علي حداد طبعا ضيوفي في هذه آه هذا الجزء كل من السيد امقران آه علاش مدير مؤسسه او تي ار اش بي المملوكه للسيد علي حداد اهلا بك سيدي مره اخرى شكرا وايضا الاستاذ احمد دهيم المحامي المعتمد لدى المحكمه العليا اهلا بك استاذ مره اخرى وايضا معنا السيد محفوظ كوبي الخبير الاقتصادي اهلا بك استاذ مره اخرى وايضا السيد امين عربان رئيس الجمعيه الوطنيه للابحاث القانونيه اهلا بك استاذ مره اخرى سي علاش نعطيك دقيقه تكمل الفكره تاعك قبل الفاصل ثم نشوف راي سي كوبي يعني كنا من قبل الفاصل كنا نتكلموا على القروض يعني باش نعطيك عدد احنا في المجمع من 2003 ل 2018 في هذا 15 سنه دفع للبنوك اكثر من 16 مليار ونص يعني لي زانتيري لي زاجو كل الامور هذيك 16.6 مليار دينار يعني باش تشوف العدد الارقام كيفاش راهي يعني الارقام ممكن اي واحد مع البنوك سي فيريفيابل ماشي أرقام نمدوها هكذا برك على هذا قلت لك انا انا اليوم مش راح على الا على حداد نتكلم على كل الشركات اي متعامل اقتصادي وعدنا هنا الله يبارك خبير اقتصادي اللي ما يتعاملش مع البنوك ما مش ممكن يتعامل مش ممكن يكون في الساحة الاقتصاديه محال كل المؤسسات وكل يعني لي كرون زونتربيز لازم يجوز نعم. هذا هو هذا هو الروت على بون سي بوكاوبي قال لك ما مهمش كانوا صح يديو قروض وراه نرجعوا قروض وعطاك ارقام واش تعليقك والارقام معنا لا الوقت لا الصفه لا الامكانيات من اجل تاكيدها او تفنيدها وانا نامن بالارقام اللي مديتها مبدئيا ما فيش اشكال المشكل ماهوش في الارقام لان لو الطريقه اللي كنت أتكلم بها احنا ماشي نتكلموا على لو تيراج بوحدها مي نقولوا منظومه القرصنه الاقتصاديه لو نامنك راح تقول لي باللي كل متعاملين راهم عندهم نفس التعامل مع البنوك هذا أمر غير موجود ما تقنعنيش به لأن عملي اليومي هو القيام بهذه العمليات تفرقة كبيرة الناس ما ظهر التفرقة الناس بالتلي... حدثنا. إنسان بالتليفون يقضي أموره يستقبل من طرف الإطار ويعطيه له البساط الأحمر ويدي كل مطلب وإنسان واحد آخر سنة ست اشهر سبع اشهر مده دراسه الملف ومن بعد عاود وليو روحو كذا وكذا لماذا في الاقتصاد نقولوا يا با فيزيبيليتي مكاش وضوح وما قواعد لان نفس القواعد نتكلموا على جواز سفر وندير لو باراليل هل قانوني يكون عند اي انسان جوازي سفر نفس الشيء تلقاه في الاقتصاد قال لك باش ما يديرش يعني لا لاشين على الفيزا ممنوع قانونيا واش من الفيزا هذه اما كل واحد يعطي له قال لا 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 هذا كلام شعبوي هذا هو كلام شعبوي شو قال لك ما داش علاش عنده زوج اذا ان يقول لك هذه مش من واحد يعاود يدخل هذا طرحوا السؤال الإدارة اللي اللي اعطت له الجواز السفر الثاني ومش علي اللي علي يحدد لي اذا اذا تسمح لي اسمح لي انه عنده فيزا اسمح لي نفهم الصوره عندك فيزا نقولوا لونغ ديوري وما في في, في, في الجواز السفر تاعك مازال ساري المفعول لكن ما عندكش اوراق وين تحط أه يعني تاشيرات اخرى مم. تطلب الاداره تعطيك مم. مش مش اللي سيدي هذا اذا كان التجاوز موجود في جواز السفر فما بالك في الصفقات فبالك في الاموال الطائله قل لك انا اقر الحصول على دي تيران كونسيسيون كان انسان يحط طلب ما كاش اللي يرد عليه انسان واحد اخر عنده 10 20 30 تيرا ما ما انجز الا 10% السيد الوزير الاول سيد رئيس الوزراء لما كان وزير الداخليه يتكلم عنا استثمارات لتيران تيران كونسيسيون الاراضي اللي مدتها الدوله فقط 10% اللي انجزوا تسعين في المئة ما أنجوزوش وأنا متأكد أن أغلب أكبر مستثمرين بين ظافرتين بناوا الغناء تاعهم من إفقار المجموعة الوطنية بمعنى أن كاين الناس اللي دات أراضي ب 500 دينار لما كان تملك وباعوها ب 100 ألف و 200 ألف دينار للمتر المربع بمعنى أن الثروة تاعهم تضاعفت ب 2000 مرة دون ما يضربوا ان كو دو بيوش وهاوليك واش يتكلم الحراك المعجزه الجزائريه هذا هو من الحراك ونزيد نعطي لك مثل اخر في هذا الاطار هاد الناس لماذا عندهم الامور مفتوحه بينما الفرص لمستثمرين اخرين مغلوقه هذا لما نتكلم عن قواعد لعبه في الاستثمار لازم يكون الناس يكونوا سواسيه وهذا الشيء اللي يخلي المنظمات العالميه يقولون انتم بلدكم تشوبه الغموض وتشوب كما الباسبور لازم كان فيه توافق ما بين اداره وانسان اذا تحالف الرداءه الاداريه مع القرصنه الاقتصاديه من اجل نهب مال المجموعه الوطنيه هذا الواقع شوفوا امين عربان قال لك من الشعبويه كليتوا البلاد يا سراقين، راكم استنزفتوا البلاد يا سراقين وكذا، هذا كلام شعبوي وقال لك بالارقام سي علي حداد ما دا والو مظلوم. والله يا. احنا كي, كي نوليو للدستور ونقولو بان الشعب هو مصدر السلطة علينا احترامه. ولازم نحبطو حتى المستوى نتاعو ونسمعو له. طبعا. لكن إذا كان شك كان قال لك باللي كاين شبهة فيما يتعلق باموال حداد لازم نفتحو تحقيق ونتبعوه دوك الا اسمحلي ما قاطعتكش ما تقاطعنيش الا كنا احنا ما نفهموش المصطلحات مشكل لانه الاخطار بالشبهه الماليه واجب قانوني ولكن ما راناش نطبقو فيه عند الموظفين عند الموثقين في الادارات المؤسسات الماليه القانون يفرض عليها الاخطار بالشبهه الماليه في حالة وين جاك شخص يتعامل باموال كبيره القانون يفرض عليك انك تخطر بالشبهه الماليه ولكن حنا تلقانا كموظفين كموثقين كضباط عموميين نتفاداو هذا الشيء لانه يتعارض مع ما يسمى بالسر المهني يقول لك وسمينا هنا دك... شبهه على سي حداد معليش حنا مثلا كنتكلموا على الصفقات العموميه <applause> معظم الصفقات العموميه تاع <applause> الاشغال العموميه يعني الطرقات كلها استفاد منها سي علي حداد على اي اساس ما هي المعايير وهل تم احترام قانون الصفقات العموميه وهل تم احترام قانون مكافحه الفساد 0601 فيما يتعلق بالشفافيه في تقديم الصفقات العموميه هذا امر مهم احنا لكان كان عندنا شك وورا الاشكال نجي لهنا ونبدد هاد الشكوك ندافع عليها بامور ولا بالادله اللي من خلالها تبدد الشكوك هادو وتزيل هاد الشبهه لانه حنا رانا هنا ما راناش نتهموا فيه ولا رانا نقولوا ولا رانا ندينوا فيه ما عندناش الحق ندينوه القضاء هو اللي عنده الحق باش يدين ولكن من حقي انه نشك في مصدر الاموال تاعو من حقي أن نشك في تعاملاته حتى وين سمعتها من الطريق من حقي انه ننشرها وننقلها هذا حق تاع كل مواطن لانه هذا مال عام ما مال عام من حق اي انسان انه يثير نقاش في هذا الموضوع استاذ احمد داهيم قال لك هذا فيه شبهات ولما يكون الامر متعلق بحراك شعبي في الجزائر اليوم في مظاهرات مليونيه وتخرج وترفع الاعلام كليت البلاد يا سراقين يا ناهبين يا كذا ومن بين الاسماء التي دائما هي موجوده اسم السيد علي حداد ودائما ما يكون هو مثار اتهام في هذه الفتره وفي فترات سابقه طبعا في فترات سابقه كان الصوت ربما شويه خافت لكن الان انطلق هذا الصوت ويقول ينبغي الان ان تبدا المحاسبه يعني ينبغي ان تكون هناك اجراءات المحاسبه وان تبدا اليوم يجب ان تبدا المحاسبه حقيقه لكن القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة بمعنى أن القانون يطبق على الجميع في القانون مشاريع كلش عامة ومجردة القانون كالموت رؤوس لما يتعلق بالرؤوس فيه رؤوس كبيرة ورؤوس صغيرة القانون كالموت يطبق على الجميع اليوم نختزل السياسة في نص المادة 102 نختزل الفساد في علي حداد لو سمحت الفكره كيفاش تكون ثوره شعبيه ثوره شعبيه انت الثورات الشعبيه في تونس الفاسدين يحيوا عليه حداد بن علي في بنفس مصر من الفاسدين وزمرت بنفس منظورك لو كان فاسد إيه؟ علي حداد نحيو علي حداد نجيبوا علي حداد اخر إيه؟ لانه ما نشح بين حابين نحيوا المشكل المشكل سياسي قبل ما يكون مشكل اقتصادي بمعنى اليوم كي يقولوا علي حداد مفسد وننساو بلي انه سبب الازمه اليوم اللي اخلوا النظام العام اللي غامروا بتاريخ البلاد ومستقبلها هذا رئيس مريض لو سمحت من علي كان بين الممولين أكيد يعين ويعزل يعين ويعزل هذه هذه مش معروفه أ... من بين هذه الامور انه الاول اول قاضي في البلاد رئيس عبد العزيز بوتفليقه كي يخرج للميادين انه المتعاملين الاقتصاديين هم اللي يمولوا هذاك الشيء الى اخر ولي آه في إيه قناه الاستمراريه وقناه الوفاء على باليش انا معاك في هذا الامر ضد هذه الامور لانه يجب يملي العاقبه ما نختزلوش انه ما يحدث في الجزائر في علي حداد فقط، يجب محاسبه الجميع، اليوم كي نقولوا باللي اللي كرموا الكادر افتزاز للشعب الجزائري، انه الوزير انه اليوم اللي يمثلنا غلق البرلمان بالكادنا، واليوم اللي يمثلنا قالنا على البولي ما يحبناش، ونقولوا اليوم اللي جاي يمثلنا وش, وش قال؟ قال جوع كلبك يتبعك. وقال يعني حداد انه في الجزائر خير من نيويورك. هذا هذا علاش علاش ممكن ليه هو واللي معاه مش مش للجزائريين مش أنا للشعب الجزائري انا اليوم لا امثل ولا ادافع لا. على علي حداد انا أط اطالب اليوم بتطبيق القانون على الجميع لانه اليوم نحيو علان وندير وفلان هذا الامر الذي لا يجب يجب ان يعلم الج الشعب الجزائري انه ما يحاك ضده اليوم انه تغيير اسماء في السياسه او في الاقتصاد او في المتعاملين اليوم لا يجب ان اليوم الفرصه للجزائريين في البحث عن الحقيقه لا غير الحقيقه نعم اليوم الحقيقه تقتضي اليوم انت تبيع الحديد في منتصف التسعينات شكون عندك شكون الاداري شكون الاداري اللي موراه شكون السياسي اللي وراه هذا الامر علاش اليوم نحكيو علاش اليوم نحكيو على علي حداد ومن بعد نبداو نشوفوها في الجهويه ويشوفوها وحده فقط علاش ما علاش ما نشوفوش الامور الاخرى لو سمحت الفكره شرقا وغربا شمالا وجنوبا لو سمحت الفكره يخلص ما كل من... ده دوره يرجعوا شكون اللي يعطال... شكون اللي المشاريع شكون السياسي اللي له المشاريع الجميع ينبغي القاعده القانونيه عامه ومجرده مم. تطبق على الجميع مم. الذي حتى من الناحيه القانونيه سيدي الكريم ليكون علمك انه تعاقب احزاب الموالات نص الماده 46 من قانون 1204 المتعلق بالاحزاب لا يتم تناوله في المناقشات للدور كل يوم الذي تؤكد انه لا يجب على الاحزاب السياسيه ان تحتكر التعددية السياسية التحالف الرئاسي احتكر التعددية السياسية يخل بالنظام العام يمكن لوزير داخلية أن يتم حل هذه الأحزاب السياسية لماذا لا يجب أن نناقش هذا الأمر لما أراد أن هادو هادو يطلع أحزاب الكلمة قبل الوزير الأول أحزاب الموالات هذه هذا ما تشفاش هذا الاحزاب لماذا نحت... لماذا نحتكر نلخص ونجعل من مشكله الحراك الشعبي في شخص علي حداد وفقط لماذا نش... لماذا لكن... لكن... على لكن العيون هو... فقط هو من بين اهم الوجوه انا معاه يجب يجب على العداله ان تاخذ مجراها دون سب وشتم ولا تشريع نعم سي, سي علاش يتساءل الشارع الجزائري وعندنا شباب هنا وشو السر هذا يديروا سي علي حداد باش يطلع ويولي عنده هذه الثروه الكبيره يا سيدي اذا قنعنا بها اللهم لا حسد واذا ما قنعناش بها حاجه واحده اخرى يا اخي شوف السيد الاستاذ يتكلم على شبهات هذا الكلام اللي تكلموا انا ما نقدرش نقول لك كاين انا انا ك كاطار في الشركه نقدر نقول لك انه كل التعاملات تاعنا ما فيها حتى خلل وحتى الصفقات اللي عنده المجمع كلها يدخل سعر حداد ب... اسمح في لي حداد في مناقصات حداد في مناقصات نعم نعم بكل المساواة شوف انا اقول لك حاجه خلينا نكلمك م. انا انت كصحفي تفضل نقدموا لك كل هذه الملفات وتشوفهم كيف استمرت المناقصات اوكي كان قبل ايام استضفت هنا واحد الانسان يقول كأنه انه علي حداد نحالي مشروع ونحالي مشروع نحالي مشروع اوكي وتهم السيال انها هذا السيد حتى موش مشارك في المناقصه فيها ست شركات ست تجمعات مش شركه تجمعات لان المشروع كبير مش مستحيل انه شركه تعمل وحدها عندنا يعني فيها دي فيها دي فيها ديزيكيبون سبيسيفيك لازم لك شريك أجنبي اللي عنده التكنولوجيا، جاء عندكم هنا استضفتوه أنتم عندكم هنا في القناة، وقال لك حداد وساق لي حداد، في هذا المشروع حداد عنده 5% في التجمع إلا 5% <applause> أوكي؟ كي تجيو ناس يتكلموا هو أصلاً مش مشارك أصلاً وما يقدرش وحده يعمل هذاك المشروع علاش انا قلت له قلت للشعبويه لان الان هذا الاستاذ هذا السيد علي حداد راهو فيها شبهات كاين خليو العداله تخدم خدمتها مرحبا ما كان حتى مشكل احنا انا قلت في في بدايه الحصه ما احنا مؤمنين بالعداله و كيش تاكلين على العداله تبين الحق من من الباطل ما كان حتى مشكل, مشكل اذا عندكم ادله تثبت تعطونا الادله هذه سيدي أدلة تكون بعد تدقيق من قبل مختصين لك الله فيك أنا نزيد نقول لك حاجة الطامة الكبرى في هذه الأمور أن درجة القرصنة بلغت في التحايل على القانون والتحايل على الإجراءات لا كرياسيون دي تجمعات باش ما نخالفوا عملية لا المناولة الناس تخلق دي فيكتيف هما من ناحية القانونية موجودين لكن في الواقع تعال بالك بها هي حيلة قانونية لا مشي من قانونيا نحن كاين قانون وروح القانون إيه. سمعت اللي نعت... ما شافنيش البوليس نمشي صاحبي البوليس نعطي له نعت... عندي نعت... دو باسبور عندي دو باسبور راك تقولي بلي الاداره هي لا ريسبونسابل بلوس كو حداد مانيش نحكي على حداد حداد سي ان اليمون بارمي بارمي بزاف الناس ودينا سمعت معلش. لك من التشخيص <applause> معليش نولي لك الاستاد أه. تاع تيزي وزو سي ان جروبمون سي ان جروبمون درتو مع لا درتو مع لي زيسبانيول من بعد خرجوا سب... لي زيسبانيول ما خرجوش باش ديتو المارشي جبتو لي زيسبانيول ومن بعد مين خرجوا هما؟ أه معليش خليني نتكلم بعد قول لي مين خرجوا؟ كان من المفروض ان اللي عنده التقنيه يقعد واللي جاب الشريك الداخلي اللي هو اللي تيراش به هو اللي يخرج صرا العكس هما اللي راحوا وانتم قعدتوا وما ندخلش في لي ديطاي ان المشاهد امور تاخذ وقت علاش نقول باللي الامور هذه لازم تعرض الى اهل الشان والاختصاص كليتو البلاد ديال السراقين ستانجينيريك واقع اي انسان شوف باش تقول لي باللي سي علي حداد ولا اي انسان ولا ولا, ولا الاخرين ولا الاخرين بزاف كانوا متعاملين اقتصادي بسيطين يعني يدير لشان كما يدير نتايا وانايا يدي باسبور كما ندي انا وانت تدي ارض كما ندي هذه هذه كما قالوا ناس بكري يحكيها البيبيط هذه حتى واحد ما امنها لي باس دروا التحالف القرصانة والمال الوسخ موجود والسياسه نعطيك الناس مول الحمله الانتخابيه وروح تدي مشاريع دوك جيب لي بروف كاين لي بروف نحوسوا عليهم نلقاوهم قاوهم يا دي شاك يا دي موفمون خلينا نسمعوا شويه الشباب يعني اللي حاضرين معنا هنا يعني شباب شكون ممكن ياخذ الكلمه اتفضل السلام عليكم السلام آه كشاب مانيش آه اقتصادي ومنش آه ومانيش آه احنا نقولوا حنايا قانوني مانيش قانوني اه. نشوف واش يقول الشارع الشارع رو مثلا كما في بدايه الحراك القضاة على على النقطه اللي قالها المحامي باختصار فقط باختصار آه فقط لان الوقت مضيقنا آه القضاة وطالبوا باستقلاليه القضاء يعني ما كاش مستقل القضاء اليوم اليوم قال لك انه هذا الكلام على انه فساد سي حداد وكذا هذا مجرد شعبويه هدرت تاع الشوارع احنا رانا نعاودوها هنايا انت واش ترد؟ رد كما قال الخبير الاقتصادي المال الفاسد كاين في الجزائر حاليا كاين المال الفاسد انت ما بين ليله ونهار تشوف جارك نورمال كيف كيفه لمده عام عامين يطلع نقولوا احنا طلعه ان يعني كاين شبهات خير عليك كاين شبهات يعني ما ننكروش الشبهات احتكار احتكار في في الصفقات هاده العموميه هذه مدخله تفضل الاخ تفضل الاخ <applause> السلام عليكم نوجه له السؤال الاخ علاش الاخ علاش حداد بكري قلت ما بدا في 80 كاين بزاف لي لي زونبرونور كيما هو <applause> هايا ما ولاوش كيما هو واللي مارشي الكبار هو اللي يديهم هذه هدي... انا نعرف ديريكتور تاع بونكا راح يجي ديري سيرفيس كيما هو يعرف الكبار انت واحد زوالي يدموندي 10 ملايين ما يعطوهالوش عام ما يعطوهالوش بصح هو الو يجيب دراهم هنا الاشكال منين من اين لك هذا؟ لو كان دوله القانون القوضات لو كان شاف بلاد فيها هذا القوضات لو كان شاف بلاد تمشي ريقلو ما يخرجش يقول لك راني مع القاضي ونحاسبوه هو شاف باللي هو راه مظلوم عجلوا على راه يسيني راه يسيني صفقات لابريسيون عليه تسيني ولا نحوك هو راه هو ولا بابات وليدات شهريته قليلة لازم يخدم على شره وصلت من أين لك هذا يا حدا من أين لك هذا من أين لك فضل. اسمع لي اسمع لي دقيقة. له. هذا الشعب لك تقولوا عليه شعباوي هذا صح شعب هذا الشعب تاع زاير اسمع لي اسمعي هذا دراهم اسمع لي أين معاه لا لا انت راك تقول ماشي انت قلت انا من الشعب يا اخي انا قلت الشعب شعباوي انا قلت الكلام شعباوي شعب كلام شعباوي معليش معليش شعب. على كلام كلام شعباوي معليش تاع الزنق كيما يقولوا تاع بكري كلام الزنق واش كيف كيف صحافي هذا تاع معاه ماشي من بعد جاوبني باسم الشعب صحافي هذا شعبي أخي اخي أخي شعبو كل ولا هذا كلام شعباوي كيما راك تهضر هذا كلام شعباوي ينقاس البلد دي مفق كليتو البلاد ديال السراقين كليتو البلاد ديال السراقين معليش كليتو من اين لك هذا حداد حد لو كان ما عندوش الركيزه صحيحه ما يديرش دراهم يديرش دراهم عمره ما يدير شي فضافير هذا حداد حد لو كان زاد صغير ويعطوا له مليار كل نهار ما يخدمش يرقد ويعطوا له غير مليار ميديرش. شيف دافر هذا ما يديروش وعمره ما يحلم هذا لوطيل راه في اسبانيا يتاعو وارجيريا الحمد لله اللي عندنا جزائريين مغتربين يعرفوا لو كان ما عندنا شعب بهلول عندنا شعب قافز الله يبارك الله يبارك والعالم كاع راه يشوف اللي حنا قافزين ويعرفونا هكذا بالسلميه تاعنا وبافكار تاعنا وبالالقاء اسمح لي هذا الاوتيل اللي راه في اسبانيا تاع منو من اين لك هذا ايماجيني زوالي يرفض شويه اورو في جيبو للحبس هذا انت منين ونعرفوا بزاف لي زونطوبرونور عندهم ديار في فرنسا بزاف هذا حدد عينه لا. خليه يرد خليه يرد تفضل سي تفضل لا ما عندي تعقيب التعقيب اللي عندك انا مات. ما انا جزء من هذا الشعب باش نتفاهموا مليح اوكي مانيش اللي قلت على الشعبويه انا ما قلتش عليه الشعبويه انا قلت على كلام انا قلت كصحفي لازم يتحرى الحقيقه قبل ما يكون اتهام هذا بس يا, سيدي. يا, يا شي شي سيدي علاش, علاش ما هذا كذا يعني والله شعبويه انت اللي قلتها مش اللي قلتها. صدقني دير واحد في عمر اربع سنين ما ما تفوتش عليه الهضره هذه صراحه واش الهضره؟ هذه تاع انه السيد كذا والنزاهه والشفافيه والاحترام لا 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 يا اخي كاين, كاين... ملايين مش... كاين ملايين <applause> يوم الجمعه أنا م... شوف مليح لا لا وانا, وأنا, وأنا في أنا آه. وانا في وسطهم انا نقول لك انا نقول وانا في وسطهم انا الشعب كيما انت كيما انا انا نقول لك كاين عداله اللي تفصل هذا واش نقول الكلام كل الناس تقدر تتكلم كل الناس تقدر تتهم السؤال النهائي يعني أن يقول لك كاين عداله وان شاء الله تفصل. هل هو في رايك هل هو مذنب ام بريء؟ يا اخي في رايك, في رأيك لا لا اسمع, رأيك أسمع لي, لي اسمع لي اسمع لي اسمع بقوه القانون اي انسان بريء حتى تثبت ادانته وهم الجماعه هنايا مجال الحقوق والادانه حتى تلحق ممكن حتى ال اسمه المحكمه العليا للمحكمة العليا هل باش من حد الآن تخلي العدالة تخدم خدمتها إذا كان بانت الإدانة تاعو الناس الكل تعرفها أنت زرت سي حداد في سجن الحراش ما عنديش الحق أنا 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 إطار في الشركة ولا على اي اساس نحن نزوروا في إطار كبير في الشركه مؤسسه دخل... <applause> كبرى تاع سي حداد هذا تبين لك انك ما تعرفش كامل يا اخي الكريم الإسلام واحد ما عنده حق يروح يشوف عنده عنده كان امور اجرائيه أنا او حقوقيه يعني يفهموك يعني 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 هكذا ما, يعني ما آه. عنده حتى علاقه في هذا لا لا سي احمد دهيم واش تشوف قضيه ما قضيه حداد من خلال اطلاعك يعني أنا نقول الفكرة اللي لازم نعرفوها كامل لا يمكن صناعة سفينة جديدة بخشب قديم يعني لو كان التحقيق هذا في وقت ما كان على حداد يفريها بالهاتف عادي لكن اليوم بهذا القضاء وبالعصابة وبالليتالم اللي رم يمشي وبالمصطلحات اليوم يمكن أيضا أننا ندير طريق سيار بحفر قديمة يجب يجب ثورة حقيقية لأنه وراء كل وبداية الثورة هو محاسبة حداد وأمثاله والإداريين وسياسيين وكل من اوصل الجزائر الى اليوم في هذه الازمه، كل يجب ان يحاسبوا. شخصيه الجريمه تقتضي شخصيه العقوبه والقانون عام ومجرد والقانون على الجميع وللجميع. سي <applause> عربان انا شخصيا نقول بانه الان على الشعب ان يطالب بفتح تحقيق في جرائم الفساد المشتبه ارتكابها من طرف حدات لانه حتى الدقيقه هذه واش رانا نقولوا انا نتكلموا على القضيه تاع جواز السفر وهذو قلت لك مجرد قضايا بسيطه اللي هي جنح اي شخص يقدر يرتكبها لحد الان لم يتم فتح تحقيق في القضايا اللي تكلمنا عليها ومهم جدا لانه اللي حب يصفي نفسه هذه هي فرصه يفتحوا تحقيق الى ما دار والو يدي براءه ولا دار يخلص مثله مثل, مثل غيره سيكوبي في اقل من دقيقه اقل من دقيقه قال كان كان في وقت ما ضايف لها بالتليفون وهذا امر يبين باللي التليفون هو اللي كان يمشي الامور. اثنين <applause> أه حداد عنصر من منظومه كبيره يجب البدء به وبغيره من اجل وضع حد لكل المنظومه التي افقرت المجموعه الوطنيه والتي قتلت روح العمل عند الجزائري لأن ليس العمل الذي أصبح هو الوسيلة من أجل كسب, كسب الغناء بل القرصنة والتحالف وما كل ما هو مخفي إذا على المنظومة الآن أن تضع حد لحداد لي ليس كاسم لكن كمنظومة كطريقة عمل اللي هي تشكل سرطان للاقتصاد الوطني والى المجتمع الوطني والى الجزائر اليوم ومستقبل اشكرك جزيل الشكر سي محفوظ كوبي الخبير الاقتصادي كما اشكر ايضا السيد امين عربان رئيس الجمعيه الوطنيه للابحاث والدراسات القانونيه شكرا. كما اشكر ايضا السيد امقران علاش مدير مؤسسه عام مدير عام مؤسسه او تي ار اش بي المملوكه للسيد علي حداد كما اشكر ايضا السيد احمد دهيم المحامي المعتمد لدى المحكمه العليا اشكركم كنتم ضيوفي في هذا الجزء من حصه استوديو الجزائر بعد فاصل قصير مش مشاهدينا ننتقل إلى جزئنا الثاني ونقاش متجدد لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا انتم تتابعون استوديو الجزائر في جزئه الثاني الذي نخصصه لاهم التطورات السياسيه في الجزائر طبعا اهم التطورات عبد القادر بن صالح ينصب رسميا رئيسا للدوله عقب الاقرار الرسمي بشغور منصب رئيس الجمهوريه وهذا تطبيقا للماده 102 من الدستور شاهدنا امس عبد القادر بن صالح وهو يتوجه ويدخل الى مقر رئاسه الجمهوريه في المراديه بالعاصمه شاهدناه وهو مع البروتوكول الرئاسي ببروتوكول الرئيس وهو أيضا في مكتب الرئيس على كرسي الرئيس طبعا هي صلاحيات ليست رئاسية تامة تامة وإنما صلاحيات الرئيس الجمهورية بأمور أخرى لا يتمتع بها طبعا نحاول أن نطرح الأسئلة ماذا بعد هذا المشهد ماذا بعد ربما أن السيد بن صالح الذي الكثير من اللافتات الكثير من الشعارات في الميدان كانت ضده باعتباره واحدا ضمن الباءات الثلاث أو البلاءات الثلاث وأنه ربما هو أولهم دائما يبدأ ببن صالح طبعا نحاول ايضا ان نقرا مختلف التطورات ايضا على ضوء التصريحات تصريحات الفريق احمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي تحدث عن ضروره اسراع العداله في مكافحه وفي معالجه قضايا الفساد ثم سمى, سمى القيد صالح ثلاث قضايا قضيه, قضية صنطراك قضيه الخليفه وكذلك قضيه البوشي. طبعا في هذا الجزء من استوديو الجزائر اسعد بان يكون معي طبعا الجمهور دائما الذي رافقنا في الجزء الاول يحضر معي السيد بن بوزيد غازي الضابط المتقاعد وعضو حزب تحالف المواطنين الديمقراطيين وهو حزب قيد التاسيس اهلا بك سيدي مرحبا سلام. كما يحضر معي ايضا السيد امين عربان يحضر معي مره اخرى طبعا ورافقنا في الجزء الاول رئيس الجمعيه الوطنيه للابحاث والدراسات القانونيه اهلا بك سيد الله يسلمك كما يحضر معنا ايضا سيد محمد جحيش الناشط السياسي والجمعوي اهلا بك ويرافقنا ايضا السيد اسماعيل الماس الخبير الاقتصادي والناشط السياسي اهلا بك اهلا مساء الخير اهلا بك سيد بن بوزيد غازي لو ابدا معك بن صالح رئيسا للدوله بن صالح بعد حراك أو سبع جمعات من الحراك أو سبع أسابيع من الحراك الذي في أسابيعه الأخيرة كان ينادي بذهاب الباءات الثلاث أو ذهاب رموز نظام بوتفليقة أو رجالات بوتفليقة اليوم بن صالح مقرب جدا 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 من بوتفليقة هو رئيس للدولة وأمس يعني خطب الجزائريين في أول كلمة له للأمة وقال أنه سوف يكمل هذه التسعين يوماً وسوف يقوم بجمله من الاجراءات اهمها هيئه وطنيه مستقله للاشراف على الانتخابات. كيف ترى اهم التطورات؟ تعيين تعيين بن صالح هو رجوع استفزازات ورؤوس رجعت لكان من المفروض الشارع يرفضها تمام إلى غاية ما وصلنا حتى رفض الشارع بن صالح وقمع وقمع طبعا الشرطة متظاهرين فهمت هذا يدل أن ضد يعني الحراك ورغم اللي بعض من لبينا رغبة الحركة ربينا يعني له بعض يعني أعطينا له بعض المكاسب المكاسب اللي يطلبها أغلبيتها ولكن رجوع بن صالح هذا يعني حاجة ما, ما تديش الحاجة يعني الاستقرار حقيقي يقول لك سي بن بوزيد غازي إذا ما الشعب الجزائري يعني صبر على بوتفليقة عشرين سنة علاش ما يزيدش يصبر على بن صالح تسعين يوما فقط وهذه فيها سقف زمني وفيها بعض الأمور التي هو جاء لي يشرف عليها أو لكي يكون سادا لفراغ في مؤسسات الدولة ثم يذهب يعني في النهاية هو لن تكون له صلاحيات كبرى لن يكون يعني بقدرات أو بصلاحيات رئيس كامل فيما يخص يعني هذا المهام هذا هو دستوريا يعني باش نتبعوا الدستور الا نرجعوا يعني للدستور فيما يخص الدستور راه يتنفر يتنفذ على حوافيه حقيقه فهمت ولكن دركا نرجعوا المطلب تاع الحراك لازمنا نلبيه والمطلب تاع الحراك لان الحراك دركا راه مصمم مصمم انه يبقى في نفس الصيغه وانه قضيه بن صالح سوف تزيده استفزازا وحضورا طبعا طبعا قلنا سي... استفزاز هذا نعم هو اللي نعم سيدي اسماعيل الماس بن صالح في مكتب الرئيس على كرسي الرئيس وتحدث الينا امس بصفته رئيسا للدوله وقال انه سوف يتم هذه التسعين يوما وسوف يجري مجموعة من الإجراءات أهمها تشكيل هيئة وطنية هذا بالتشاور مع الطبقة السياسية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ويسلم المشعل او يسلم السلطه او مكتب الرئيس او الرئاسه لرئيس منتخب وشرعي شكرا <applause> بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل يعني شفنا البارح تنصيب رئيس دوله أه سي بن صالح كما كان منتظر يعني اذا نشوفوا بان أه في تدخل أه البيان تاع رئيس الاركان يقول بان لازم نروحوا أه ماده 102 الشفاف المدى 102 تكلم على هذا هذا هو المسار هذا هو المسار يعني اذا تبقوا المدى 102 فتقول اولا نبين شغور منصب الرئاسه فلقاء هذاك الثلثي او في الغرفتين البرلمان بغرفتين الغرفه البرلمان بغرفتين باش تبين يعني شغور المنصب هذاك رحنا ليه وبعد ذلك فالدستور يقول بان رئيس مجلس الامه يخلف رئيس الدوله المستقل رئيس الجمهوريه المستقل م. لكن في في نفس الوقت يعني احنا كنا ننتظر عامل عمل اخر يعني كنا ننتظر ممكن يعني استقاله بن صالح تكون قبل هذاك الفصل هذاك ولا بعد مباشره بعد ذلك ولكن ما صبناش هذا الشيء أضيف الى ذلك يعني اليوم نتكلم على بن صلاح ونتكلم على تنظيم انتخابات ونتكلم على نفس الحكومه يعني كانما لا شيء لا جديد في منذ منذ 22 فبراير لماذا؟ لان راهم يتكلموا على تنظيم انتخابات بوجوه القادمه للنظام لما تكلم لي انت على بن صلاح فهو نظام بوتفليقه لما تكلم لي على بدوي والحكومه نتاعو فهو نظام بوتفليقه لما تكلم لي على بلايز ومجلس الدستوري فهو نظام بوتفليقه وبالتالي ف يعني الوجوه القادمه كلها راهي هنا راهي ما زلت واجده ونظن بان الشعب غير مقبول الشعب قال لي روحوا كاع ما راحوش كاع ما راحوش كاع يعني ما راحوش كاع وفي نفس الوقت رانا او حدوا موعد تاع الانتخابات اللي 4 جويي 4 جويي نظن 4 جويي والهيئه أنت اليوم استدعوا الهيئه الناخبه فنظن بان هذا غير منطقي وغير معقول اليوم الشعب يقول بان لا للباءات الاربعه، انا قلت الباءات الاربعه في نفس الوقت يعني نشوفوا هذه الناس وكل متواجدين وهم يحضروا نفسهم لتنظيم انتخابات، يعني تصور تنظم انتخابات بحكومه تاع بدوي آه هذا غير غير معقول، آه بن صالح على راس دوله هذا غير معقول، فنظن بان آه هذا كاين هنا كاين استفزاز كما قال الاستاذ ولكن في نفس الوقت سي بن صلاح يقول لك نفتح مشاورات مع, مع الاحزاب مع السياسيين مع الناشطين شكون يتكلم معها يعني هو راه مرفوض شعبيا راه مرفوض يعني هذا هي الوضعيه يق... فعلا اذا ما هؤلاء لبوا النداء شكون يكفي إيه فعلا شكون راح ان انت أن تتشاور مع الطبقه السياسيه بما فيها وما عليها واي طبقه لا سياسيه لا درك لا, لا اليوم كاين كاين الاحزاب تاع المعارضه راهي تحاول تنشط كاين الناس اللي تخرج من الحراك ولا اللي اللي راهي من الحراك هذه يعني قوه كبيره لا يستهان بها رانا نتكلموا على اكثر من 20 مليون جزائري او يخرج كل جمعه يعني انه مازال الحال حتى تتبلور الطبقه السياسيه بشكلها ربما الحقيقة يعني كان من المفروض هذا الحراك ايه بالطبع هذا اولا كان من المفروض تكون عندنا شويه وقت باش ننظم هذه الامور هذه ويخرج يخرج تمثيل لهذا الحراك هذا من اجل مفاوضه ولكن المفاوضه ماشي مع بن صالح وبالتالي فاذا اذا اليوم كل الشعب هو يرفض بن صالح كرئيس دوله فمع من هو راح يتشاور؟ مع من هو راح يتفاوض؟ وبالتالي فنظن بان هنا مازال يعني فيه فيه لبس في في نقاط استفهام يزم, 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 يزم سيد محمد جحيش وش رايك انت في هذه القضيه بن صالح رئيسا للدوله واستدعاء الهيئه الناخبه وتحديد موعد لاجراء الانتخابات هل ترى انه ربما هذا حركيه فعلا ومضيف المسار ام انه ربما هو تسرع شكرا استاذ علي يعني والله نقول باللي الناس كتستنى في استقاله بن صالح فاذا بن صالح يجي بكل جراه ويجي ويزيد يعزم على 90 يوم انا نكمل عطاني الدستور 90 يوم وكنت اعمل بتفاعل وحزم جاء عازم على 90 يوم هذا هذا استخفاف بالشعب استخفاف بالحراك لو يخرج كل جمعه ثانيا لما جاء بن صالح ولا القمع سبحان الله ولا مع القمع رجعوا على القمع القمع للطلبة اللي ندوا به والغازات المسيل للدوم حتى كان معهم أطفال كان معهم أطفال وبنات صغار وشكاوا وشفناهم يعني حبيت نطرح سؤال كشف في الحراك يعني واش كان يضر لا 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 بن صالح لو كان رئيس دوله لو كان كان يفرح الشعب ويستقيل وكان حتى مناصب شاغره ويعتمدوا على رجل توافقي الداخل او يكون اكبر سنا منهم من المجلس ثانيا نقول باللي لا 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 باش ما يصراش تغليط هو الشعب راهو مع المؤسسه العسكريه لانه الشعب رافض للشخصيه وليس لمقترح الجيش الماده 102 الشعب راهو مع الماده 102 وكفرحان بها وماشي ولكن رافض للشخصيه شخصيه عبد الصالح وعلى الباءات الثلاث وكان رافض الباءات الثلاث لانه لما تشوف علاش الناس رافضه بدوي وحكومه بدوي لانه ويحيى اللي كان البارح رئيس وزراء هو اللي اتهم بدوي باللي زور له هكا استاذ هو اللي مو باللي زور له كيف الشعب يدير ثقه في واحد اللي اتهم رئيس الوزراء اذا ما من لا الوزير السابق لا الوزير الحالي ثانيا حنا حنا نعاود نقولوا الماده سبعه تحكمنا الماده سبعه اللي تقول السلطه والسياده ملك للشعب ثم الماده ثمانيه ونزيد لها الماده 12 من الدستور اللي تقول لك الدوله تستمد مشروعيتها من الشعب الدوله تستمد مشروعيتها من الشعب انا أقول يعني يعني كلمه الفريق احمد قيد صالح قال لك انه في اطراف ربما تحاول ان تستغل هذا الحراك او الجو الحراك حتى تقوم بامور تضرب استقرار الوطن خصوصا لما قال بانها عندها خلافات او عداءات تاريخيه لست ادري الصيغه بالضبط مع الجزائر وكانه لست ادري من يقصد شوف انا في الكلمه تاع القيد صالح انا نثمنها انا كشف الحركه نمثل روحي من مثل حتى واحد انا نثمنها لانه جات عده نقاط انا عجبتني فيها من بين النقاط انه حيعاود يفتح ملفات الفساد ملف سوناطراك والبوشي والملف الثالث ثم خليفة الخليفه ملف الخليفه ثم ثانيا قال واحد الكلمه يعني يتفطن لها الشعب الجزائري قال احنا مرافقين مرافقه العمليه السياسيه اذا مازالوا يتكلم لقيت صلاح التمدين العمليه السياسيه او الدوله المدنيه شعب ما ورافض رافض ولكن أحب. هو تكلم على التمدين اذا تكلم على المرافقه احنا رانا مع المرافقه ومع تمدين الحركه السياسيه ثانيا اوضح وقال الناس يتواطا في الخارج اللي تكلم عليهم من قبل واللي يعرفهم الشعب الجزائري وكل حاجه بالقانون كل حاجه بسند قانوني ندخلوش في عالم الغاب وعالم الفوضى كل حاجه بسند يعني قانوني في نفس الوقت تسمح لي في نفس الوقت لما تلتقي مع الشعب والمواطنين يقول لك القائد صالح كممثل للمؤسسه الجيش يقول بان يرافقنا و يرفقنا حتى حتى انجاز حتى تحقيق كل مطالب الشعب من بين مطالب الشعب من اول الحراك هو تغيير هذه الوجوه تاع من بين ابرز الوجوه تاع النظام اللي باش نغيروها هي بن صالح بدوي و وبالعز وبشارب كذلك وبالتالي فنظن بان اذا جيت صالح ما يمشيش مع الشعب وما يغيرش وما يحققش المطالب نتاع الشعب فهنا كاين خداع انا حنا ما نقبلوش نروحوا الى هذا دونك حنا لازم يكون التوضيح الشعب واصل الاستاذ لارماس الشعب مواصل يوم الجمعه لازم لا ننتظر يوم الجمعه ننتظر يوم الجمعه ثم إيه. إيه. ياتي بيان انا بناء على ان الشعب قال هكذا اذا نطمئن اليوم المواطنين ها بان هذا الكلام اللي جابه القايد صالح عن يعني ممكن يكون ظرفي باش يعالج الوضعيه تاع البارح جاء رئيس دوله جديد الى اخره ولكن في نفس الوقت إذا يفهم بان هناك وعود آه هناك وعود من المؤسسة الجيش وعود من المؤسسة الجيش آه باش تحقق أهداف هل... ومطالب تاع الشعب مطالب تاع الشعب ماشي جات اليوم من بداية الحراك وحنا نقولوا لا للباءات هذو وبت... و... حتى 102 قلنا رافقها بعد بعد ذلك 7 و 8 حنا 7 و 8 هي باش 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 تولي تولي سلطة للشعب ونوضع الميكانيزمات اللي تسمح سمحنا بالتغيير سي أمين عربان واش رأيك واش رأيك؟ والله غير يا جماعة خير يعني بكل موضوعيه كل موضوعيين شكون اللي اعطى الفرصه لهذا النظام باش يلتف حول المطالب الشعبيه شكون الحراك الشعبي الشعب في حد ذاته من جهه انت تقول نطالب بتطبيق الدستور من جهه ثانيه تقول يروحوا كاع هذو المصطلح اللي اعتمدناه دونك تقول لي الدستور كاين مؤسسات دستوريه شكون اللي يقول معليش معليش من اللي بدا الحراك رانا نقولوا لازم نطبقوا الدستور. شكون اللي معليش من اللي بدا الحراك طبق نص الماده 102 فيما يتعلق بالشغور اصبر فعله. دقيقه لا رغم. اسمح لي الاخ العزيز الشعب قال أنا, انا من الناس انا من الناس لا لا تطبيق نص الماده 102 الناس طالبت بتطبيق النص الماده 102 احنا كنا من الناس اللي خرجنا من 22 في فيليو نخرجوا إحنا نخرجوا قولها لك درك انت كي تقول لي نطالبوا بتطبيق نص الماده 102 شغور كاين اجراءات بعدها وشنو هي الاجراءات؟ عندك رئيس مجلس الامه، ورئيس مجلس الامه هو من النظام الحالي. احد رموز النظام الحالي اللي رانا رافضينه، رئيس المجلس الدستوري في مرتبه ثانيه هو من النظام الحالي اللي رانا رافضينه. الاصل كيفاش نقدروا نطالبوا ولا نستناوا من دستور اللي تم انتهاكه اغتصابه مرمدوه، كيفاش نقدروا نعتمدوا على الدستور باش نحلوا ازمه؟ تنين كيفاش نقدروا نعتمدوا على الدستور اللي الناس دارت الصياغه ديالو في على حساب ما قاسهم؟ كيفاش نقدروا ثاني نعتمدوا على لكن اسمح لي سي امين عربان وانت ربما كقانوني تفهم جيدا انه فيه مخاوف معينة ربما لدى المؤسسة العسكرية أنه على... أي تدخل لها بعيدا عن الدستور راح تبدا الأصوات من هنا ومن هناك الجيش انقلب هناك انقلاب و وش هذا ربما أن يتجنب هذا لكن تبدا الأصوات دلديل. من الخارج أنت واش يرضيك والله في أنه سياسي. فرنسا أو أمريكا يحتاج ما هيش... إلى حل سياسي ما... مشكل سياسي يحتاج إلى حل سياسي يقولوها بكل صراحة لأنه الشعب اليوم ما حيرضى بحتى شخص معليش نمشي معك نقوله حل دستوري مم. رئيس مجلس الامه تنحى نديروا شخص في بلاصتو شكون هو نروحوا يا سيدي نروحوا المجلس الدستوري مجلس الدستوري شكون اللي راح يعوض بالعيس وكيفاش يتم تعيينه او انتخابه وعلى اي اساس لكن الان بن رئيس للدولة هي نص الماده 87 نقولوا باللي الشعب مصدر السلطه إيه؟ وثاني بانه الشعب يمارس السلطه تاعو عن طريق ممثليه حنا الممثلين تاعنا اللي تقول لي انت تاع البرلمان ما عندهم حتى دور دورهم كان سلبي دورهم كان سيدي في الحاله تاعنا ما جايش من البرلمان خلاص بمعنى انه الحل انه الحل باش نتفاهم <applause> <مش انت فاهموا. تصفيق> الحل حاليا واش <وشلو> هو؟ <applause> نقدروا باش تكون فيه مرحله انتقاليه الحل السياسي لازم يكون فيه رجل هو اللي يقود المرحلة الانتقالية هذا الرجل يكون محل قبول نسبي شعبي يعني يكون نسبي ماشي اجماع مستحيل نحقق ماشي الناس خرجوا قال لك يروح وهو يجي خلاص آه. نكمل, لك. نكمل لك حاجة لأنه احنا مثلا الأخ كان تكلم وقال لك تمثيل الحراك تمثيل الحراك خطير جدا نقولها ونقولها ونعاودها في واحد من الاجتماعات كنت حاضر وين جماعة كانت اقترحت على الأستاذ بوشاشي أنه يمثل الحراك وقلت له انا ضد فكره تمثيل الحراك لانه على اي اساس يتم اختيارك وما يختارش غيرك؟ وشنو هو المعيار المعتمد؟ رايحين ندخلوا في الجهويه وندخلوا في امور ثانيه. لكن اسمح لي سي امين سي امين فقط يقول لك البعض انه قضيه تمثيل الحراك ما تمثيل الحراك، ايضا هذا تمثيل الحراك بدون انه يفرز هذه النخبه وهذا الوجوه اللي لازم تكون راح يبقى يعني هكذا فقط دورنا وشنو شنو هو دورنا كنخبه؟ مم. دورنا كنخبه الحراك. هو توجيه المطالب فقط من ما نمثلكش نوجه نوريونتي المطالب تاع الشعب لانه كي نحوس <applause> نطلع فوق الحراك باينه يقول لك السيد حب كذا ولا لا حب كيفاش نقولوا ركوب الامواج والامور هذه الاصل انه النخبه دورها حسن. توجيه يعني فقط سي بن بوزيد غازي حتى ما نهضموش الوقت تفضل وش رايك في النقاش؟ انا فيما يخص يعني النقاش راهو جماعة راي لازمنا احنا كي نتكلموا نتكلموا على قاعده كما يقولوا نتكلموا على قاعده بالاحصائيات الحقيقيه احصاء الاحصائيات الحقيقيه تقول لك باللي نهضروا على الحراك باش نرجعوا للحراك ومن الحراك نرجعوا للتنظيم تاع الحراك اولا درنا واحد لي ستاتيستيك يعني الاحصائيات لقينا باللي 45 خمسة و... خمسة الى 46 كل مع المؤسسه اللي مدايرين فيها الناس الثقه لقينا 15% الناس اللي تكلم عليهم ال... القائد الاركان اللي قال كاينه م... م... مؤامره فهمت داخليه دا كنت كندير هذه الصيايات شنو ندير الصيايات هذو كاينه اني نهضر هناك يعني ناس في الميدان اني نهضر انا كناس من الميدان انا طرحت سؤال يعني فقط لانه اي استثنائيات يعني ان سؤال حول المنهجيه والجهه التي دارتها أن... هذا لا. يدخل في اطار ما قلناش الجهه اللي المصداقيه يعني احنا احنا كناس في الميدان اذا في احصائيات موثوقه نحطوها على النقاش ناقشوها اذا كانت إحصائية تمثل جهه معينه نعم. لا ما تمثل حتى واحده نعم. يعني انا نتكلم بصفتي ك نعم. بديت آه. سياسي حطوها في يعني. بديت كسياسي هذا وين تعلمت السياسه بديت كسياسي لازمك تمشي بالاحصائيات عندك 30 في المية اللي راهم بغاو ما بغاو لا المؤسسة كذا وكاين خمسة إلى ستة وربعين في المية راهم مع المجتمع كاين 15% في المية هذو اللي راهم يحركوا لداخل اللي راهم نقولوا احنا مشوشين لداخل بزاف هذه عندنا 15% من الملايين سمح لي انا ألي. جايك هذه هذه المصدر تاعي 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 المصدر تاعي في الميدان فهمت في الميدان ذركا فيما يخص الحراك قال لك السيف الوقت كالسيف ان لم اقطعته قطعت قطعته قطعت طريبيا هذا فيما يخص الحراك هذايا ما نظمش روحه ولو كان يجي ينظم روحه نرجعوا كيما قال الاستاذ نرجعوا باللي الحراك هذا باش يتنظم نشركوا شويه يعني الجمهور آه. في هذا في النقاش يعني فيما هو حاصل يعني معليش فقط تعطي الميكروفون أتفضل م. أستاذ عرفنا بنفسك آه. م. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبركاته انا العيفه محمد ابن شهيد والحلقه نتاع الجزائر وما ادراك ما الجزائر وتحيه الجزائر وما ادراك ما الجزائر شهداء وما ادراك من الشهداء اللي ضحاو من أجل هذه البلاد أنا نقول لكم يا جماعة نقول جميع الجزائريين جميع الجزائريين بكل أطيافها وألوانها وأشكالها وش نقول لهم الجزائر عزيزة باختصار فقط يعني هذا اسمح لي اسمح لي, لي. هذا الشيء هذا عندنا موضوع باش نبقى فقط في الموضوع لي نبقى في الموضوع الجزائر عزيزة وعظيمة ولكن اعطينا ال... فقط في الموضوع. في الموضوع إذا كان كل مرة نديروا ندوات ونديروا جمعيات ونديروا كذا وأن اتفق على العرب الا لا يتفقوا جماعه حان الوقت قبل ما يجي الفاس في الراس المفروض راكم تهضروا على هذا سي صلاح صالح المفروض يجمع واش يقول ما دام اسمع الرشه باللي المواطنين الجزائريين هما الدستور الدستور شكون اللي داروا؟ داروا الشعب الجزائري الدستور داروا الشعب الجزائري ما دام اسمع باللي ماهوش لو كان لا اله الا الله محمد لو كان كنت في بلاصتو في سبيل الجزائر وما ادراك من الجزائر وصلت الفكره نهضر في التلفزيون قالوا لي تسمحوا لي تسمحوا لي اني قدمت ما عليا وروحوا كونوا حكومه بدون ما نترشح شكرا بدون ما نقبض المسؤوليه شكرا وراني معاكم شكرا سيد الماس واش تعليقك؟ آه. <applause> آه. شوف الـ <applause> الـ الامور راهي شويه شويه بدات بدات صمات علاش؟ ذا سمارت لك باسكو من المفروض هذه الفتره هذه تسير تسير بصرامه وبذكاء و بشويه شويه عقلانيه وماذا بينا الناس اللي قادرين على هذه الامور هذه هي اللي تمشي الحاله هي اللي تسير. مم. حتى الان الثقه ما كانش حتى السي عربان قال لك وكذا ما درنا والو يعني. لا لا مازال ما درناش شوف احنا كاين تغليط بزاف كاين الناس اللي استولوا على السلطه منذ سنوات وسنوات. فهمت اه انا اذا تكلموا غير على الجمعه هذه راهي في 20 سنه اليوم الشعب قال لك لا حبسنا هذا السينما هذا نروحوا الى تصحيح المسار ونروحوا الى بناء جزائر جديده بناء جزائر قويه بناء جزائر اللي مبنيه على الكفاءات وعلى الجديه وعلى, وعلى وعلى الى اخره خرج الشعب ملايين تكلموا على 20 مليون ملايين دوك تقول لي انت ما ماهوش منظم هذا الحراك ولا هذه الثوره ماهيش منظمه ما, ما تقدرش تنظم انت 20 مليون ما كانش واحد اللي يقدر يقول انا هو اللي اللي نسير 20 مليون هذه وحده ثانيا ولكن في نفس الوقت هناك ناشطين اللي راهم يحميوا هذا الحراك هذا منها انت منها انا من هذا من من الجماعه هم يحميوا يشاركوا بطريقه مباشره وغير مباشره في حمايه وتغذيه هذا هذا الحراك منهم الطلبه اليوم درت درت محاضره في في ليبو معهد تاع المدرسه ليبو في الحراش وين شفت يعني مستوى كبير وشفت نشاطه في الطلبه اللي راهم هذا الحراك هذا وبالتالي فهناك عمل اليوم اذا تقول تحط تاطير شحال لازم من شخص باش ياثر يعني حراك تاع مستوى كبير مثل هذا وبالتالي فما نغلطوش الناس نقولوا راهي فوضى ماهيش فوضى في نفس الوقت راك تشوف بان هناك لكن حركه, حركة منظمه عمليا عم كيف يمكن ان يحضر هذا الحراك كقوه اليوم اي سلطه او اي جهه تريد حضرة. فل... حضرة يا حضرة 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 المرحله المقبله كيف لانه اكيد انه الشعارات والشارع لا فيه و... صوره لكن في بعض كون... الامور تفصيليه ولكن لازم نكونوا براغماتيين يا هل ترى اليوم راك تشوف بان الجهه يعني جاءت سلطة طلبت باش تفاوض مع الشعب يعني هل ترى هناك هذا هد العمل راه راه فوق طاولة؟ لا؟ اليوم ما كانش مفاوضات لماذا لان في الحقيقه الشعب ما هوش يطالب باش يتفاوض مع السلطه الشعب عنده عنده مطالب وامر السلطه باش تخرج وباش يبتعدوا من المجال السياسي باش يخليوا الشعب يقرر مصير تقرر آه تقرير مصير هذه البلاد هذا فقط وبالتالي فمن مفاوضات لو كان هناك يعني هناك طلب من الشعب ولا من الحراك باش نفوضوا قال آه ما نروحوش الى انتخابات ولا نروحوا شيء اخر ولا اعطيني لك هنا وي. ولكن هنا لا الشعب خرج باش يامر عن عنده عنده يعني طلب أمر هذا هذا لازم تنفذ بالطبع هذا نعم هو ولكن في نفس الوقت تفضل نعم ضيوف الكرام خير نروح الفاصل قصير ثم نواصل مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا انتم تتابعون حصه استوديو الجزائر طبعا الذي نناقش فيه الاوضاع الراهنه وما هو قادم طبعا ضيوفي كل من الاستاذ اسماعيل الماص خبير اقتصاد النشط السياسي اهلا بك سيدي مره اخرى السيد محمد جحيش النشط السياسي والجمعوي اهلا بك سيدي مره اخرى السيد <applause> بن بوزيد غازي الضابط المتقاعد وعضو حزب التحالف المواطنين الديمقراطيين قيد التاسيس اهلا بك سيدي مره اخرى وايضا السيد امين عربان رئيس الجمعيه الوطنيه للابحاث والدراسات القانونيه اهلا بك مره اخرى سيد محمد جحيش قضية مطالبة الفريق أحمد قيد بالإسراع للمنظومة القضائية في معالجة قضايا الفساد ثم ثلاث قضايا خليفة البوشي وصنطراك ماذا تقرأ في هذا؟ قبل ما السؤال تاعك في عجاله نجاوب على الاستاذ برك يعني الاستاذ طالب ابراهيمي اللي كان محل اجماع وقت قريب كان محل اجماع هكا استاذ لامبس كان محل اجماع يعني استاذ طالب ابراهيمي يقول لك يعني نحن في مرحله تجميع وليس تشتيت بصح دوك كان نشوف شكون اللي يكسر شكون اللي الكل يخون في الكل مرحله قصيره استاذ لامبس مرحله قصيره كانت الناس كانت سياسيين محل توافق علاش شكون اللي يخون في الكل دوك مع دخلنا واحد الطريقه عجيبه مرحله صور فيديوهات هذا راح مع هذا المطر خونه هذا كذا خونه لانه الحراك بدا يتكسر لكن نخافوا على الحراك نخافوا بدينا نخافوا على الحراك لانه الحراك بدا يتكسر بناس مجهوله بناس مجهوله اللي تسمت تسمت من قبل العصابه او سميها كما شئت اللي تتكسر في الجزائر اما لسؤالك القايد صالح والمؤسسة العسكرية تمثلنا، احنا الجيش يمثلنا الجيش هو جيش التحرير قرار المؤسسه العسكريه بمحاربه الفساد لكن الشعب لا يثق في هذه المنظومه الحاليه في اللي... بن صالح وفادي الحكومه اللي تكون انا نظن باللي في المرحله الحاليه الفاسد يكون تحت مظله القضاء والرقابه القضائيه ويكون محل متابعه ثم بعدين لما ان شاء الله نتحروا ويجي رأي جديد ومنتخب وتوافقي والشعب يحبه ويدير تعديل دستوري ثم يجي برلمان منتخب يمثل الشعب ماشي البرلمان اللي كان من قبل اللي, اللي كان اغلبيته على بالنا شكون هنا اللي تكون الفساد يكون الشعب يشوف يشوف الفساد بطريقه واضحه. لكن هل سيصبر هذا الشارع ربما يجد ان شارع. الفساد مازالها يعني شارع حره طليقه وان اتهمت تتهم بتهم تافهه. الشعب بين يصبر, يصبر هذا الشعب كما صبروا اجدادنا على الاستعمار. خصوصا وانه ربما من 1830 ألف ما راهمش مريحين يعني كما حنايا هما راهم اللي يحب يخرج دراهم راهو يخرج. لا لا يعني تكون تحت وقت لا يكون تحت مطل انا والله غير لما نسمع ان الناس تكلم على حداد وشخص حداد في حداد كفاسد ولا كفاسد متهم يعني متهم نقول متهم, نعم. شبهه نقولوا شبهه كشبهه نعم. الفساد كما قال الاستاذ نعم. كش... يعني كاين الاف ما يتذكروش والناس لا تعرف اسمائهم لا نتكلم غير على حداد كاين الاف الناس الذين لا تعرفوا اسمائهم انا نربط روحي بحداد كاين الاف اللي فاسدين ويكون... لازم يكونوا تحت مطل وتحت الرقابه القضائيه مم. ما نكونوش حنا غير نحدوا غير شخص معين ويكون الحديث عليه غير هو سي عربه واش رايك يعني انت تتكلم على الموضوع الاول في في قضية علي حداد الآن هناك مطالبة بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص مكافحة الفساد وتسمية ثلاث قضايا فساد أساسي الله ضمن خطاب قايد صالح ضرورة محاسبة المفسدين أو الفاسدين ومتابعتهم قضائيا نحن نقول بأنه قرار سابق لأوانه باعتبار انه الوطن رانا نعيشوا ازمه سياسيه، مم. الاصل انه نسقموا دارنا، الاصل انه ننظموا امورنا، نغيروا النظام وفقا للمطالب الشعبيه وبعدها ان شاء الله راح يكون فيه المحاسبه ولا المتابعة القضائيه. نعم، السي بن بوزيد غازي قال لك انه الان ليست الاولويه لمثل هذه القضايا على اهميتها ما زالت كثير من الامور خلينا ناسوا المرحله المقبله ونخرجوا يعني منظومه قضائيه نزيهه وعادله وموثوق فيها بعدين نروح لحل هذه القضايا وقضايا اخرى باش نثمن المطالب تاع الحراك لازم نروح للهيئه المستقله اللي رايحه تخدم الانتخابات في ظرف يعني وجيز يعني 30 يوم باش نروحوا لهذه لازم نروح للتنظيم الحقيقي التنظيم الحقيقي نرجع للمخلفات لان المخلفات ثاني لماذا تحتم قيد الاركان قال انا نسهر على كذا كذا باسكو كان يرجع اللورا ما تنساوش باللي راهي القنبله هذه المؤقته اللي قلتها انا في الخطره اللي فاتت هي هذوما لي زاسوسياسيون وهذا راهي كل ملغمه راهي كل تابعه هذه المجموعة اللي كانت هي على راسها منين رايح تخير أنت يا. دونك من باش ننظموا روحنا يلزم نروحوا لهيئة مستقلة حقيقة تكون من الأشخاص تكون من الناس الممثلين اللي يكونوا الكفاءات ما هوش غير روحوا برك باسكو راك في الزقاق وراك تهضر وكذا وكذا لازم ما نخلطوش لازم نكونوا ناس واقعيين ونكونوا ناس رايحين للحقيقة ما حبيناش هذه المجموعة اللي راهي باش نبدلوها جذريا بصح لازم البديل ماهوش غير نتكلموا برك هكا اي كلام فهمت احنا ديجا علاه قلت قبيله الوقت كالسيف لما قطعته قطعك يا اخي هكا انت ماكش منظم الحراك ماهوش منظم نخرجوا صح الجموعه نتلموا كل اكسترا بصح وين هو المحرك الحقيقي اللي رايحوه على خطره لو كان نرجع انا ل 88 شكون اللي حركك في 88؟ واش درت انت في 88؟ سخرنا بـ 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 بثلاث قرون لورا لان ماش لان ما كانش الناس اللي تنظم حنا دركا الى روحك كشعب منظم وهذيك اللي راهي قدام اساس 88 هو من اصابنا ما اصابنا وانما ما, ما بعد مش. ممارسات جاءت بعد 88 هم يعني ما يعني نقولوا انه يجي ناس ويوقفوا مسار ونرجع اسمح لي ونرجع ثاني للكلام تاع قائد الاركان قائد الاركان ما تنساوش باللي المخطط الجهنمي فهمتوا المؤامرات اللي كانوا يخطوها راهي تبدا من 75 الى 88 الى 91 الى 97 الى الانتخابات تاع 2004 هذه كل راهي مؤامرات لان ما تنساوش بلي هذه كل راهي ملغمه من الخارج هذه راهي تد... <applause> سي 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 نعم نرجعوا احنا ديما تسمح لي نرجعوا دابور لهذا الحراك هذايا لازم قبل باش نطلب لازمني دابور ننظم روحي نعم ربما سيل الماس انه اهم شيء تم ملاحظته خلال الساعات الماضيه عوده وجوه يعني الاحزاب وكذا التي كانت في عهد بوتفليقه ويحيى عاد وصرح من جديد م. عمار غول من جديد جمال ولد عباس قال لما انا مازلت انا الامين العام <applause> تاع الافلان، يعني وكانه هذا ما يسمى سابقا بالتحالف او التعالف الرئاسي عاود له نفس جديد. والله <applause> هذا هو التناقض في كلام البيان تاع قائد الاركان، يعني في البيانات السابقه كان يقول بانه راهو متحالف مع الشعب وراهو يفهم الشعب وراه يتفاهم يعني متض... يعني طلبات تاع الشعب. وراه راح يرفق الشعب وفي نفس الوقت راهو راه رانا نشوفه في البين الاخير بان راهو يوافق بان هذه النقله هذه تكون تكون ببقايه العصابه اللي ذكرها هو يعني هذا تناقض كان يقول بان لازم نحيو العصابه واليوم راهو يقول بان رانا رايحين الى النقلة هذا هذا الانتقال هذا الى الشرعيه ببقاية العصابه اللي ذكرها دونك هنا كاين شيء غير معقول شيء غير منطقي وبالتالي فتقدر تكون رساله لهذه الوجوه القادمه وهذه الاحزاب تاع التحالف هذه الوجوه اللي ذكرتها بل تكون رساله لهم باش آه يستغلوها ولا يستغلوها من اجل اعاده التموقع تاعهم اعاده المبكر أنه آه. ان ننتظر الان. بعد الجمعه الجمعه القادمه تخرج المسيرات واكيد ان العنوان الاساسي هو شوف. بن صالح ورحيل بن صالح ويروح بن صالح ثم نشوفوا آه. مثل ما حصل في الاسابيع الماضيه. شوف والله يعني انا لما في بعض الاحيان طرح اسئله على نفسي و. ونوضع وقال يعني ونوضع الجيش في قال موقع انه سيرافق المرحله الانتقاليه. شوف عندهم 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 يعني وضعيه تاريخيه اليوم الجيش، يعني تصور م. اذا الجيش يتحالف ويرافق الشعب م. وتكون هذا هاد اللحمه هذه يعني التلاحم ما بين هاد ما بين الجيش والشعب وهذا الانتقال م. الى شرعيه تكون بهذه بهذه الصوره هذه والله يعني تكون فرصه تاريخيه لتقويه يعني هذه العلاقه هذه المتينه ما بين الجيش والشعب هذه يسمح لنا باش نروحوا الى المرحله م. الى الشرعيه بكل بكل بك هدوء بكل هدوء واستقرار ويسمح لنا باش نبنيو الجزائر الجديده هذا هو والا اذا يكون كسر اليوم اذا اذا نقعدوا في البيان هذا الاخير ان شاء الله ما يقعدوش فيه انا, أنا ننتظر بانه في الجيش هذا كأن الناس ناس اللي يتفكر مليح وبالتالي فنظن بان الرسائل اللي تخرج يوم الجمعه من الشعب سوف تغير نوعا ما المحتوى تاع البيان هذا ونروحوا الى استقاله رئيس دولة. الدولة. الحالي والوجوه الاخرى انا نزيد لك شيء كاين كذلك نقطه مهمه تكلم عليها اليوم ما نعرف ولا تكلموا من قبل وهو الجانب الاقتصادي نعم نظن بان لاول مره سمعت ممكن بل اني غلطه اول مره سمعت بان تكلم على ضروره الذهاب الى الشرعيه باقرب وقت باخذ بعين الاعتبار المعيار الاقتصادي ما نقدروش المصاعب الاقتصاديه الحاليه ما نقدروش نخليو الاقتصاد بهذا التسير الحالي وعلما بواش اليوم حاليا في في, في هذا الموضوع وبالتالي فنظن بان هذا كذلك جزء مليح مليح لما لما مؤسسه مثل هذه تاخذ بعين الاعتبار هذا المعيار الاقتصادي اللي هو مهم ولكن في نفس الوقت انا أقول اهم اليوم الجانب الاقتصادي لي انا مهم جدا ولكن ان المطالب الشعبيه هذه لازم تؤخذ بعين الاعتبار وما تلعبوش بها حنا قلنا ذهب بهيئه جديده بهيئه رئاسيه جديده مستقله ضروري الاخ تكلم لي على الماده 7 وقال لي السلطه الشعب هو منبع السلطه هذه هذه ما تقعدليش هذه هذه الماده آه آه ما تقعدليش ماده عامه فقط يزم يزم السلطه بارك الله فيك يزم بهذه نصرفوها الى امور كيفاش نوضع نوضع نشوفوا كيفاش نجتهد مع جماعه مع مختصين باش نوضع اليه لترتكز على هذه المادة السبعة وصول. لتخلينا نروحوا إلى وضع هيئة مستقلة هيئة رئاسية مستقلة لتسمح لنا باش نوضع كذلك نعم باش نوضع روح المادة بروح المادة باش نوضع هذه الهيئة هذه وهذه الهيئة تسمح لنا باش تعطينا حكومة وزير أول اللي يشكل حكومة باش نخرج من الحكومة هذه والذهاب إذا شوف هذا العنصرين فقط هاد العنصرين نقدروا بالهيئة المستقلة وبحكومة جديدة ممكن نروحوا إلى تنظيم انتخابات نظيفة والشعب يمشي معك لو يسمح لي أستاذ باختصار فقط أستاذ طبعا لو يسمح لي احنا ذرك كنا في طرفين كنا ثلاث أطراف راح علينا الطرف الأول اللي هو استقالة الرئيس الكبيرة. دونك ولاو اثنين يعني ولا الحراك مع الهيئة يعني تاع المؤسسه العسكريه لا, لا. كين كين ما لا كاين طرف الاخر كاين كاين قلت لك لنا رجعنا درك رجعنا درك ولينا في ثلاثه الشعب راه يطلب باش يتنحاو يتنحاو هذيك الطرف التاس هذاك باش يبقى خاوه خاوه هذه هي كي نرجعوا الخاوه خاوه نقدر نبنيوها طبعا مام. هنا بصفتنا كدوله مدنيه مم. من المفروض لا سياسي ولا عسكري لان العداله راهي حره هكا راحنا نقولوا نظريا هي العداله هي اللي رايحه ما راناش فيها وهنا نرجعوا نرجعوا هنا للاستقلاليه يعني مازالت الاستقلاليه مازالت الاستقلاليه لا يعني اذا كان الرئيس الاول للمحكمه العليا يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهوريه واش الاستقلاليه اذا كانت النيابه كلها تابعه لوزاره الاقليميه تابعيه ماشي اذا كان تابعيه قلنا ماهيش عندي سلطه عليك مادام انا مادام انا مادام انا اللي نعينك عندي سلطه عليك ما لخناش لهادي الهيئه العربيه ما لخناش لهادي الهيئه العربيه من وقت كيف تتصور ان تكون الجمعه المقبله في الشعارات؟ على كل حال بالنسبه للجمعه المقبله الشيء يعني معلوم ومعروف الجميع سوف يعني يتمسك بنفس المطالب رحيل سلمية. كل رموز النظام ان شاء الله تكون سلميه طبعا الحمد لله احنا الشعب تاعنا شعب واعي م. الحمد لله الحق لواحد المستوى المستوى الوعي ونقولوا ما نخافوش عليه وباذن الله تكون نفس المطالب رحيل كل رموز النظام الحالي وعلى راسهم من صالح سيد جحيش بعجاله باك نكمل واش قال الاستاذ في نصف ثانيه اضافه كاين ثلاث ابعاد كاين بعد امني لا يهددنا بعد امني وبعد اقتصادي وبعد سياسي البعد الامني ما نساوش بلي حفط في الدخول لطرابلس وشاو يهدد فينا من الله وما نساوش المغرب واش يدير والمناورات اللخرة اللي دارتها وما نساوش واش يصرا في مالي ونيش وما نساوش علاقتنا مع الصحراء الغربيه والمرك وشوي يدير ثانيا البعد الاقتصادي احتياطي الصرف نافذ احتياطي الصرف راهو غير في الهبطه ثم البعد السياسي هو اللي يهمنا البعد السياسي انه الطبقه السياسيه في غليان مع الحراك مع الشعب إحنا انا انا نقول حاجه نقول باللي الدستور يسمو على القانون ولكن اراده الشعب تسمو على الدستور سيد الماس نكمل لك ولا تفضل 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 مازال والله شوف كاين اشياء يعني لازم تاخذ بعين الاعتبار قلنا مطالب الشعب اليوم الشعب ماهوش قابل يولي قبل 22 فبريل لان ما كانش حتى شيء ايجابي اللي يسمح له باش يولي ما قبل 22 فبريل هذا نظن بان كلنا متو... متو... شعارات اليوم الجمعه واضحه لا للباءات هذو يلزم يروحوا رحيل وجوه النظام هذو يزم يروحوا ما تغيرناش في المطالب نتاعنا هذا هو ولي... نفس المطالب هناك اصرار للشعب في حرارة. المطالب نتاعنا وبالتالي فالجيش اللي رافقنا من الاول من المفروض هو نفس الجيش وجدد اليوم نفس الجيش المرافقه رافقنا ولكن في المرحله المقبله بارك الله فيك دونك دونك هذه انا انا نشد غير في هذا الجانب الايجابي ان شاء الله الجيش هو نفسه اللي قال لنا رانا معكم ويمشي مع والمطالب المطالب دون انتقاص بارك بارك الله فيك حنا المطالب ما نقصنا حتى شيء ما غيرنا حتى شيء وما ضفنا حتى شيء وبالتالي فالشعب راه مصر على الباءات هذه اللي مشى معنا بها هذا اثنين ثالثا كاين كذلك شيء راه يصرى هذه الايامات حنا شفنا الطلاب الجزائريين طلاب مشاو في العاصمه البارح ضربوهم ضربوهم آه آه شرطه هذا غير مقبول ما ليش ولادنا ما ليش وليدي أنا ما ضربش أوكي هذا هاد العمل الجماعة اللي ضربوا لنا ولادنا في, في العاصمة هادو هما مستقبل البلد مستقبل الجزائر ضربنا الأطباء قلنا لا ضربنا الأساتذة قلنا لا. لا اليوم الطالب ما يضرب س -س ما يعني نضربوش مباشرة بعد هذا الإعتداء يعني الشرطة ايه. انسحبت لا شوف أنا ما أنا طولتش بزاف وراحت أنا شكرت الشرطة منذ البداية منذ 22 وأنا نشكر في الشرطة وأنا نشكرها وشكرت حتى اعطيتها بمثل حتى هدرنا مع الصحافه الاجنبيه واعطيتها يعني قلت قلت لهم ها شرطة الشرطه الجزائريه شرطة اذا حبيتوا اذا حبيتوا نبعثوها لكم الفرنسا ولا حبيتوا نبعثوها لكم الفرنسا بعتوا لكم باش يحلوا لكم مشاكل تاعها ولكن البارح ضربوا لنا اولادنا ما يضربوا لناش اولادنا اوكي دونك انا هذا هذا رساله مم. للمسؤولين في الجزائر الطالب لا لا يقهر آه لا سلمية تبقى سلمية وحنا يا حنا شعار تاعنا في الحراك هذا سلمية حضارية تقع سلمية حضارية ما كانش ما كانش لا قطرة دم لا تكسير لا لا حد لا سب لا شت ما كانش الأمور حنا قلنا سلمية حضارية تقع سلمية حضارية ونقول جماعة ما ضربوا لناش ولادنا غير مقبول غير مقبول طبعا. غير مقبول هو نداء مشروع جدا جدا نعم بارك أه نرجع للاستاذ كي قال يعني القيد الأركاني يتبعنا في ذاك يرافقنا يرافقنا طبعا في يرافقنا في البيان قال يرافقنا بصح ما تنساوش باللي التحركات تاع دول الجوار اللي هنا راهي تخدم الدول الغربيه فهمت وخاصه قلت الاستقرار تاع الجزائر دونك في لازمنا في اسمح لي لا اسمح لي اسمح لي فقط أس يعني في كلام الفريق قيد صالح قال انه مصدر عدم الاستقرار او التامر هو سببه دول ك كنا مع كان لدينا معها خلافات تاريخيه واش في شكون؟ طبعا احنا نروحوا لفرنسا نروحوا هي الاولى ما تنساش اني يعني قلت من 75 الى 88 الى 91 وجايين جايين حتى 2000 وذاك هذه كل راهي تدخل ما تنساوش باللي ناس انا أعرف الشيطان ضرق الروح ونقول لكم حوايج خاطين الطريق الناس راحت الى غايه تشوفوا وين وصلنا عدنا نمدوا في لي بلون فهمتوا ولا لا فهمت درك التحركات هذو من الدول هذه المجاوره هذه مش تحركات هكاك مش, عفويه لا. حفتر لا ربما خير يقول لك هذا الفتره انه جاء طرابلس هذا خطا هذا تغليط هذا خطا <applause> لماذا لان اذا من قبل كاين جيش برك يحمي الحدود <applause> اليوم عندك جيش وشعب اللي الحدود وبالتالي فهذا نظن بان هذا تغليط المحترم مع كل احترامك لازم نديروا مليح باللي الشعب تاعنا عنده الطلبة تاعو عنده الحق 100% باش يطلب مشروع المشروع هذه عنده الحق فهمت ولكن باش نرجعوا لقلت الاستقرار تاع الجزائر او نقول دول كل البرة راي العيون هنا فهمت دونك احنا نحاولوا بكل امكانيات باش ننظموا روحنا هنا لداخل ولكن هذا العمل هذا هاد راهو رايح يدينا لاكثر استقرار بي بي بسلطة أكثر مصداقية لا, قلنا لا استقرار لا استقرار كان قبل 22 فبريل قبل 22 ما كانش استقرار لماذا ما كانش عندك حتى رئيس لو كانت حرب آه. ولا ما عندكش رئيس اللي يتكلم مع, آه. مع... الشعب وبالتالي اليوم حنا الشعب والجيش أو رايحين إلى أكثر استقرار وأكثر قوة وأكثر تماسك وأكثر وحدة وبالتالي هذا اللي يخوف أنا قلت, يعني لا لا أنا قلت باش تاخذ لا, لا أنت قلت باللي يعني معك أنا يعني قلت باش ناخذ باش ناخذ باش ناخذ بعين الاعتبار الأمور هذيك تفضل تفضل أمنيا شوف لت... باش باش نقراو هذه هي قراءة عميقة الخطاب تاع القايد صالح كيقول لك الدول عندنا معاها خلافات تاريخية لازم نشوفوا قبل واش كاين لأنه لو نعود نشوفوا من قبل في بعض القنوات وين تكلمنا على بعض القوى غير الدستوريه اللي كان عندها دور تكلمنا لا على هذه القوى عمي. تكلمنا على هذه القوى بانه راهي محتجزة ختم الدوله ولا ختم الرئاسه مم. وقلنا كذلك بانه الناس هذوما هما اللي رم ياخذوا القرار في الجزائر سؤال المطروح شكون ولا ما هو مصدر قوه هذه القوى الغير الدستوريه لو نربطوها مع هذا الاحتلال تاريخيا هذا هو لانه لازم, معلوم لازم معلوم ما تكونش في قراءه سطحيه لازم تكون في قراءه عميقه الامور باينه وراهي واضحه لانه حتى حتى, حتى بالنسبه للخطابات تاع القايد كل يوم يمد لك حاجه لو تقراها قراءه عميقه تفهم تقراها قراءه سطحيه سي امين باختصار كيف تتوقع ان تكون الشوارع والساحات يوم الجمعه المقبل؟ الجمعه الماضيه السابعه كانت الاكثر زخما انت كيف ترى الجمعه المقبل؟ انا يعني بالنسبه للجمعه المقبل راح يكون أكثر, اكثر, من الجمعات السابقه يا لانه علاش كاين فيه التفاف ولا كاين فيه نوع من الاستفزاز للشعب وعليه راح يكون رد فعل ممكن انه راح يكونوا اكثر من 25 ولا 30 مليون شخص راح يخرج سي بن غازي باختصار كيف ترى الشوارع كيف تتصورها تتوقعها الشوارع رايها برهنت قال لك برهانكم ان كنتم صادقين الشوارع, الشوارع راهي برهنت ولكن نرجع دائما للتنظيم الشوارع راهي تزيد رايحه تزيد وميش حابسه وانا نقولها ما تحبسيش الى غايه ما تجيب حقها هذه لا جدال فيها فهمت ولكن ديما الروح عندك على الاستقرار تاع الجزائر برك نزربوا نتنظموا ونزربوا نخليوا الناس المختصين تخدم خدمتها باش نروحوا للاستقرار لل الحقيقي سي محمد جحيش يعني شوارع يوم الجمعه راح تكون اكثر قوه اكثر عزم اكثر صرامه اكثر حزم ولكن انا دائما نردد ونقول نكون سلميه سلميتنا اقوى من كل شيء وقوتنا تهزم أي, اي اي استفزاز. وسلميتنا اذا ح... م. واحد حب يستفز الى اخره لا نحافظوا على سلميتنا احنا سلميتنا في شعاراتنا شعاراتنا هي سلميتنا مطالبنا تكون في شعاراتنا لحقوها ل... لكل عالم لكل عالم لكل عالم لحقوها للمطالب الماس يعني نشوف بان يوم الجمعه ان شاء الله يكون حفل كبير حفل, حفل. كبير حفل كبير باسكو أني نقول بان هناك استفزازات من جهات مختلفه هناك الناس حبت تخلق نوع من البلبله في صفوف هذا الحراك هذا انا نقول لا الجزائريين كلهم يخرجوا يوم الجمعه ويبرهنوا بالحضاريه نتاعها والسلميه نتاعها ويبينوا يعني الرسائل راهي واضحه ليوم الجمعه ذهاب وجوه النظام، ذهاب وجوه النظام هذا شيء ضروري، وفي نفس الوقت نبينوا مدى التماسك نتاعنا وحول حول يعني حول هذه المطالب الشرعية ونتمسكوا بها، وإن شاء الله يعني الجواب يكون سريع من 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 المؤسسة العسكرية، جواب سريع لماذا؟ لأن اليوم الحمد لله رانا رايحين إلى الجمعة الثامنة، ما كانش حتى شيء، ما حتى شيء، ما كانش آه إصابات، ما كانش مناوشات، لله. الحمد لله طالبوا باش نكملوا هذا الشيء ولكن انا نقول بان اذا الذهاب الى الى بسرعه باقصى سرعه الى الجواب يعني الى الى يعني بور ريبوندر المتطلبات تاع تاع الشعب للتفاني لتفادي اي اضطرابات واي اي شيء من من سي يعني يقدر يقيس هذا الحراك يعني اللي ما تقدرش تنظمه بطريقه جيده وبالتالي كل شيء ممكن انا نقول الذهاب ذهاب الى الرد ايجابيا لمطالب تاع الشعب باقصى سرعه باش نروحوا الى باش نمروا الى مرحله تاع تنظيم هذه الانتخابات والذهاب الى الشرعيه المطلوبه كلمه اخيره استاذ كلمه أخيرة. أخير. وما تنساش بدون ما نحتموا كتهضر على المؤسسه المؤسسه ما نجبوش نحتموها تروح لنا الحال الطواري باسكو ما تنساش باللي ضغوطات احنا قلنا لا لا ما نروحوش ضغوطات خارجيه نروح. باش هكا نوضحوا الامور للشعب لأن الشعب, لان الشعب لازم يفهم هذه <applause> شكرا لك شكرا لك سيد بن بوزيد غازي الضابط المتقاعد وعضو حزب التحالف المواطنين الديمقراطيين رئيس حزب التحالف في المواطنين الديمقراطيين قيد التاسيس وسيد امين عربان رئيس الجمعيه الوطنيه للابحاث والدراسات القانونيه وسيد محمد جحيش الناشط السياسي والجمعوي والاستاذ اسماعيل الماس الخبير الاقتصادي والناشط السياسي اشكركم ضيوف الكرام شكرا اشكر ايضا الجمهور اعتذر ربما لانه اليوم شوي كنت شويه ما مديتش فرص لكن اعدكم ان شاء الله في حسس المقبله بحول الله رحت تدخلوا وراح تشاركوا ان شاء الله في النقاش مشاهدينا الكرام اشكركم على كرم المتابعه في حلقه اليوم القاكم بخير